العيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لو ورود سورية، بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لو ورود جوري، طلع بالي ضم زهرة وقلب وقدمه للعيد عيدي. يا رب تزيد خيرك وتعيد عدني كل وتعيد عدني كل بأيام العيد. أحلى الأمنيات، يا رب تزيد خيرك وتعيد. منلتقي معكم مشاهدينا صبيحة هذا اليوم الجمعة 31 تموز اللي حلت فيه بركات عيد الأضحى المبارك، ليكون محطة نجدد فيها أمنياتنا، جدد فيها تفاؤلنا، صبرنا، ونتفائل ونبتهل إلى الله تعالى. الله يحمي بلدنا ونكون دائما بخير. نتفائل بمحطات بتجددها الأعياد، بتجددها هاي المناسبات، ليكون العيد مناسبة والأمنيات بين بعضنا تسود فيها كل المحبة. بسعدنا نلتقي معكم ببيتنا في قناة أوغاريت اليوم، هيك نستقبل ضيوفنا اللي نحن وياهم بدنا نعيدكم، نتبادل مع بعض المباركات بحلول العيد اللي أكيد بالبداية بنتأمل فيه كل الخير. بنقول كل عام وأنتم بخير لبلدنا، لشعبنا، لجيشنا، لقيادتنا، وإن شاء الله بنعاد عليكم دائما بكل أمنيات الخير والبركة واليمن والتفاؤل بأنه الفرج والنصر قريب لبلدنا. ضيوفنا اليوم رح نتبادل معهم فعلا هاي العبارات، نتبادل معهم طاقة المحبة، طاقة المباركة، مع كلمة حلوة وأغنية ولحن جميل، مع ضيوف بيحبوا يقدموا شيء لبلدهم، بيحبوا يقدموا شيء لمجتمعهم. بيسعدني يكون مع ضيوفنا، ونقول كل عام وانتم بخير للدكتورة لما ملص. سعد صباحك، كل عام وانت بخير، أضحى مبارك. صباح الورد وصباح الياسمين، وكل عام وسوريا كلها بخير، وكل عام حضرتكم بألف خير. أهلا وسهلا فيكي. غناء وموسيقى اليوم مرافقتنا السيدة هالة سليم غناء. صباح الخير ست هالة، وكل عام وانتي بخير. صباحكم رضا وخير، ان شاء الله بنعاد عليكم وعسوريا الحبيبة بألف خير يا رب.
ان شاء الله تضلي بخير. وبداتي بهالعيد بدنا نقدم هديه، نحن شو فينا نقدم؟ نقدر نقدم امنياتنا، بنقدم الشيء اللي عنا بصوت حلو، بلحن، باغنيه، مثل ما قلنا لنقدم عطاء، هو عطائنا اللي نحن بنحب انه يكون هيك مع هذا الصباح محمل بالامنيات والامال. بيسعدني رحب كمان باغيد اسعد عازف العود الرشيق الجميل. اهلا وسهلا اغيد، كل عام انت بخير. انت بالف خير، كل عام انتم بالف خير جميعا. اهلا وسهلا. زوج الايقاع اليوم اب وابنه السيد حسن ونوس، هو عازف جيتار ولكن اليوم رافقنا على الرق. اهلا وسهلا استاذ حسن، صباح الخير. عليكم بالصحه والخير، كل عام وانتم بخير وبلدنا بخير وجيشنا وقائدنا بالف خير ان شاء الله. وعلي ونوس رائد بالطلائع على مستوى سوريا بالايقاع، كمان هو مع والده ومع هاله واغيد، اليوم راح يكون معنا بالايقاع. صباح الخير علي، صباح النور. الخير بدنا ضربه صغيره هيك ايقاع، هيك يعني هيك تحيه، بدل ما تحيينا قلنا هيك ضربه ايقاع. حلو، هاي الاستهلال، يعني هيك عادة حتى لما الفرقة الموسيقية بدها تبلش بدنا هيك بنبدأ يعني باستهلال إيقاع. نحن دائما بنضبط إيقاعاتنا هيك على الأحاديث، على إنه نحن نبدأ بداية خير، بداية محبة، مثل ما قلنا بأحاديثنا المتنوعة. اليوم رح نكون مع هلأ بحديث عن طاقة التجدد اللي بتحملها الأعياد مع عبارة كل عام وانت بخير، رح نكون بعد شوي أيضا مع الأطفال والعيد، رح نكون مع الأزياء وإبداع المصممين السوريين، رح نكون مع المغتربين اللي بنسميهم قيثارة وطن. دكتورة لما مرة تانية بقول لك أضحى مبارك، ولما منقول عبارة كل عام وانت بخير قديها العبارة بتحمل التكرار بأمنيات نجدد فيها طاقتنا للحياة للمحبة، وهذا هو جوهر العيد. تماما، إرسال الطاقة الإيجابية من شخص إلى شخص خارج العيد أو في داخل العيد هي عبارة عن رسائل شفوية بكلمات، الكلمات تحمل نبرة صاحب الصوت. فلما بيكون سعيد صاحب الرسالة، لما بده يطلق الرسالة بده يوجهها للمرسل إليه، فهو لما بيحملها بطاقته المحبة، طاقة الإيجابية، وعلى كلمات جميلة تحمل صيغة الدعاء. أنا لما بقول كل عام وأنت بخير، أتمنى لك أن يعاد عليك أعوام عديدة وسنين مديدة وأنت بصحة وخير وسلام. مجمل الطاقة الإيجابية التي يحملها الإنسان في داخله المرسل تنصب كاملة في المستقبل، وخصوصا إذا حملت على نبرة جميلة. يعني هل من المعقول أن تقولي كل عام وأنت بخير وأنت كامدة؟ طبعا كلمة كل عام وأنت بخير تفترض عليك السعادة، من أولى بعيد الميلاد، من أولى بمثلا بأي حالة إيجابية. نعم. إذن هي مانترا، هي نوع من الدعاء والصلة بين شخصين، أي أتمنى لك الخير. فأنا لما بكون في مرحلة العيد، بس دخلنا بطاقة العيد وخصوصا عيد الأضحى، في الوقوف بعرفة هو مرحلة التعرف إلى الذات. فأنا لما بكون عايشة طقوس الأمر تمام وفهمت شو معنات أني أتعرف عن نفسي وأتعرف على الآخرين، أدرك أبعاد شخصيتي وأدرك أبعاد الآخرين، فأنا عندما أكرر لحضرتك أتمنى لك كل الخير والمحبة في العيد باختلاف الكلمات، ناس بتقول أضحى مبارك، ناس بتقول لك العام وانت بخير، إذن أنا أحمل لك كل طاقة المحبة بنبرة إيجابية يجب أن تصل إلى صاحبها وتعطيه هيك نوع من الحمام الطاقي، نوع من هيك يشعر بالسعادة. الواجب أنه يشعر بالسعادة لأنه هي طاقة محبة وليست بطاقة سلبية. أما مثلا دائما نحن باللغة العربية بنفرق بين العام والسنة، فهي دائما حتى تحمل الإيجابية من أولى العام، لأنه العام يحمل الخصب أكثر من كلمة السنة. نعم. فبتلاقي أنه كل ما اخترنا كلماتنا بجمال، كل ما نبع من القلب ووصلت إلى القلب، وكل ما كان من القلب يصل. أما ما اللي بيكون من الحنجرة لا يصل للحنجرة. ممكن أنا ممكن أشوف شخص ما في طاقة محبة بيني وبينه، كل عام وانت بخير أوكي، يعني كلمات وصلت مجرد أنه طقس اجتماعي، ولكن طاقة المحبة تختلف 100%، وهي اللي لازمتنا حاليا في أيامنا، محملة بالنفس، محملة بالقلب، النبرة، كل نبرة. نفس كل كلام يخرج عليه كسوة القلب الذي منها برز. يعني لما بتكون قلب محب وإلى الشخص المحب تلاقي عينيه ترقص فرحا، يعني ما مصدق عربه الأطفال تلاقيهم دائما بدك تشوفي الصدق والحقيقي بتشوفيه بالطفل، ما مصدق إمتى يجي الصبح وإمتى يلبس ثياب العيد وإمتى يمارس هالطقوس. أطفالنا شوية السنة انغبنوا، أو السنوات السابقة نحن بما أنه طالعين من حرب انغبنوا بطاقة الفرح، وإن كان عم نحاول نخلق لهم إياها ونأمن لهم إياها، وما زالت موجودة مهما يعني كانت في عوامل مؤثرة صادر يعني هذا الفرح، ولكن يبقى الفرح موجود وأنت بتصنعي الفرح. ما
مهما كانت الظروف الخارجية الإنسان هو من يصنع الفرح، وهذا أمر متفق عليه، ويجب أن يعني نحن نتحول إلى طاقات فرح، ما ننتظر الفرح يجينا من برا، نحن من نصنع الفرح. نعم. بإرادتنا وبقرار داخلي منا، لأن هذا الشيء هلا بعد شوي رح نشوف كيف بده يخلينا نتجاوز كل الأزمات المعوقات الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. هاي الطاقة اللي بدنا نجددها وحريصين على إبقائها لحتى فعلا نكون قادرين على اجتياز كل الصعوبات. مرقنا 10 سنوات اجتزنا فيها مراحل كتير صعبة، ولا شك انه اليوم كمان نحن ان شاء الله بدنا نرفع هاي الطاقة لنتحمل هاي الظروف. اليوم ست هالة قدي مهم انه نتوقف هيك بظروف صعبه، ما حدا يعني ما حدا عم ينكرها وكلياتنا عايشينها، نوقف للحظات بيجي العيد لانه ارتاحوا رجعوا عيدوا هاي الطاقه، وحضرتك كمان من الدارسين بالطاقه وعندك هذا الاهتمام. هو اهم شيء نحن بالنسبه لحياتنا لحتى نحس براحه نفسيه، العطاء هو اهم شيء. كل ما بتعطي اكثر من قلبك رب العالمين بيعود لك اياها اضعاف. حتى بدون ما تنتظري بتحسي يعني انت ناطره شيء وهيك فجاه صار معك مثل ما انت بتتمني. هيدا الشيء للاسف اللي حاليا بنفتقد له، اني ما في مساعده، يا ريت الكل نساعد بعض، نحب بعض، الدنيا فانيه ما حدا اخذ معه شيء بالنهايه، العمل الصالح بدوم دائما ان شاء الله. اغيد بيجي الفن والموسيقى ليكون هو مكمل لحالي طبعا. يعني نحن اذا بدنا نعيش فرح بدنا شويه موسيقى، اذا نتفائل بدنا موسيقى، وهيك لنطلع من الحاله لنرفع هاي الطاقه. يعني وهلا اكيد دكتوره بدها تاكد لنا انه في يعني مكونات او عناصر هي اللي شوي بترفع الحاله طبعا. فالموسيقى قد هي بتاخذنا لهذا العالم؟ والله الموسيقى يعني اوقات الحزن واوقات الفرح واوقات السعاده واوقات كل اوقات يعني بتلزم الانسان يعني بترافق الإنسان. إذا واحد بده يرتاح لازم يعزف أو يسمع شيء مثلاً. وبده ممكن يفيق بنشاط مثلاً، بده يسمع الصبح شيء مثلاً فيروز أو وديع أو كذا. يكون يبدأ بصباح جميل يعني مثلاً. أكيد يعني بيخلي فعلاً يعطي هيك يعني حالة حيوي. جديدة. حيوي ونشاط. هذا الشيء كله سيد حسن ما بينضبط إلا بالإيقاع. الحياة كلها إيقاع. الحياة كلها إيقاع. مشي الإنسان إيقاع. أكل الإنسان إيقاع. بعلم الموسيقى كله. لما حتى العازف اللي عم يعزف على آلة موسيقية، أي آلة موسيقية إن كانت جيتار أو عود أو كمان، إذا أخذناها باللفظ الشفوي بالشفاء بتعطيك إيقاع. عادة العود مثلا عم يعزف أي أغنية كان مثلا يا رب تزيد، عم يعمل ضمتك دوم دوم. إيقاع لك، عم يعطي إيقاع. إيقاع عازف الأورج اللي عم يعزف عم يضرب إيقاع، بس هو عم يضرب علامات موسيقية، إحساسه إيقاعي بيكون طبعا. وما أجمل أن نضبط يعني أحاسيسنا على الإيقاع أو نضبط الإيقاع على أحاسيسنا، وهي الحياة قائمة على الإيقاع عبارة عن زمن يعني زمن على هذا الوقت الإيقاع زمن والزمن زمن مضبوط. نعم علي نحن اليوم رح نتعرف عليك كرائد بالطلائع كعازف على هاي الآلة، رح نحكي بعد شوي ونعزف، بس أنا مرة تانية بقول لك أهلا وسهلا فيك بعد ما نرجع نحكي دكتورة لما عن أنه نحن كيف ما نرفع هاي الطاقة، ما أحوجنا اليوم إلى أن يعني نزيد صبرنا ونعلي هاي الطاقة، سقف الطاقة وسقف الاحتمال سقف الصبر، وما أحوجنا نضبط هذا الإيقاع اللي عم يحكوا عنه. سأبدا من حيث انتهيتي، في جملة أنا سمعتها في حلب أنه كانوا يقولوا الإيقاع هي فاكهة الموسيقى. فكلما كانت الفاكهة يعني ناضجة وجميلة ومنسجمة مع باقي الفرقة، كلما قادت الفرقة نحو المانترا الحقيقية وأوصلت الرسالة المطلوبة. في حياتنا نحن الإنسان بشكل عام يتألف من الجسد والفكر والروح، إذا ردنا نبتدأ فيها جسد فكر روح. كيف ممكن نحن نعيش لحتى نصبر لحتى نقدر نتجاوز؟ الجسد اولا نحن لما عم نحمله، هو هلا نحن كلياتنا بمرحله مشكله الكوفيد 19، شو مشكلتنا؟ حمايه الجسد. شو كنا عم نشتغل كل هالوقت؟ ارتدي الكمامه، لا تتواصل، اذا شو كنا عم نشتغل؟ عم نعمل على حمايه الجسد. الجسد شو كانت اول كلمه منظمه الصحه العالميه وكل الدنيا خرب الدنيا؟ رفع المناعه. رفع المناعه يستلزم اولا واخرا وابدا الغذاء الصحيح اللي هو غذاء ارضنا اللي هو غذاء السوري. تمام حكينا كثير وما بدنا ناخذ ابعاد، ولكن نحن يجب ان نبدا من الحامل اللي رح يحمل هذه الصبر والمصابره اللي نحن بدنا نعيشه. بقول لك اصبري وانت مريضه؟ لا، بدي انا اوج جسد لحتى اطلب انا من الاخرين واطلب من الجميع، لحتى العازف يعزف باحساس والمطرب يغني باحساس. اي حدا بدون صحه
ما بيقدر يعيش، قال له تعال كل معنا، قال له انه طعامنا طيب، قال له طيبته العافية. إذا العافية هي ثلث الأمر تماما، جسد فكر روح، عنا الثلث. الثلث الأساسي هلأ في إطلالة سريعة، نحن هلأ بالعيد نعرف نحن هلأ أنه ببلش الأكل اللا مشروط المفتوح. كل ما رحنا لبيت ولا يعني طبعا نحن إسهلا ما حكينا بموضوع شو لازم نعمل كإجراءات وقائية، أنا عم بحكي بالشكل العام. علينا اولا انه نبتعد عن السكر المكرر، كل معلقه سكر تخفض المناعه 6 ساعات، يعني كل معلقه سكر عم نتناولها هيك عم ناخذها سكر مكرر، انت عطلتي المناعه 6 ساعات، طب اوكي انا عم بقول لك بدنا نرفع المناعه، اذا انا بروح بعطلها بالسكر المكرر، قد ما كنت انا بحب الطعم او شيء، انا صحتي هي الميزان، انا اذا خسرت صحتي خسرت عملي، خسرت انتاجيتي، خسرت محبتي، خسرت اني انا خلص انا صرت طلعت من اني عنصر فاعل صرت عنصر منفعل. فإذا نحن هلأ علينا بالعيد الجميل اللي نحن استنيناه سنين لحتى ناخد طاقته وناخد بريك من أعمالنا ومن حياتنا ومن التوتر اليومي من عدد الإصابات من اللي تلاقينا يومين عم نتابعه. كان هلأ العيد مثل عملنا شت داون، سكر على كل هالحكي أنه عدو هدو. فلذلك أنا الجسد لازم أحميه، ما ناخد سكر مكرر. نحن حلوياتنا الشرقية كل عمرنا الأقراص بسيوة اللي نحن كانوا جداتنا ونعملها لهلأ بنعملها، نحاول أن ما أمكن، ما عم نقول ننتقل من النقيض إلى النقيض، ما أمكن، لأنه نحن في عنا صحة يجب أن نحافظ عليها في زمن صعب، في زمن تغيرت معالمه بمعالم الصحة الجديدة. العصائر يجب أن تكون طبيعية ما أمكن، ما في عصائر طبيعي ما بأخذ، ما باخذ. نحن هلا في مرحله غلاء والطعام صار صعب وهالشيء هذا، لا انا باخذ لقمه تكفيني ولا اني انا اخذ لقمه تاذيني واضطر على دواء وندخل بدوامه اخرى. اذا انا لما بحفظ هذا الجسد بحميه بحترمه بعطيه كينونته وبعطيه وقوده الحقيقي مش مقود اللي بيأذيه، انا بنتقل الى شو؟ الى الفكر. لما بهيئ الجسد الرائع بنتقل الى الفكر المتنور، بيصير انا فكري سليم. اي مثلا نحن كلياتنا بنتعرض بحياتنا لضغوطات، يعني اي مشكله ترضى نحن رح نشبهها بمثلا لما بيكون سائق السياره عم بيسوق بسرعه هاديه، تيجي لا سمح الله سياره ثانيه او ضربه، فبتلاقي ضربته خفيفه او قدر فورا يحكم السيطره على السياره بفرام بسيط ايده، بينما لو كان يمتلك سرعه شديده النتائج كارثيه. اذا انا لما بمتلك التحكم بنفسي، التحكم بجسدي، التحكم بفكري، قادر اي مشكله اخرج منها بسرعه، ما بضل بدائره الحدث. دائما يجب ان انا مثلا تعرضت لمشكله، ما لنا نحن ملائكه ونجي اقول لك والله يجب ان تنتهي الامور، لا نحن حنعيش المشكله، حنعيش ابعادها. لما نحن بناخذ 30 سنه مثلا نفكر فيها بنتعامل معها، على الاقل نوقف المشاعر السلبيه اللي لها، فانا بستطيع اني اخرج منها، لانه نحن نتعرض يوميا لمشاكل الاب والام والقائمين على معيشه الاسره. ننتقل من هون من الفكر الى الروح. الروح هنا غذاء مع الفنانين، هذا كل انسان يبحث عن غذائه الخاص فيه. هناك من غذائه الموسيقى، انا الموسيقى قادره بثانيه تقلب لي مزاجي من المود السلبي الى المود الايجابي. في ناس لا، مثلا مودة بمود اخر، فكل انسان بيدور على مفتاحه الخاص فيه. المهم ان تمتلك مفتاحك، ان شاء الله يكون مفتاحك كيف ما كان موديله. مفتاحك من عرف نفسه فقد عرف ربه. لما بيمتلك الانسان مفتاحه بيقدر يتوازن. تقولي لي هلا انه والله نحن عايشين بزمن صعب وامورنا صعبه، اذا تذكري مدام البابا نحن من هديك المره لما قعدنا قلنا العالم قبل كوفيد 19 ليس العالم بعد كما بعده. صحيح، نحن عم نعيش ظروف مختلفه، يعني ما 9 سنين حرب اللي مرينا فيها، اعتقد انه كنا هنيك عم نحارب على عده جبهات سياسيه وعسكريه، وخسرنا فيها كثير، وخسرنا فيها شباب، وخسرنا فيها اقتصاد وكل شيء. ولكن هلا الحرب صارت مختلفه. الحرب هي حرب شيء مانك شايفتيه. لما انت عم صباحا ليلا نهارا بمكان عملك انت لازم تاخذي باجراءاتك الوقائيه، اذا انت انتقلتي الى، يعني خلينا نقول انتقلنا الى مستوى اعلى، الى عدو من نوع اخر تماما، يعني عدو غير مرئي. عدو يعني نحن اذا بتتذكروا من بدايه القصه بلشت العالم تشعر بالهلع، في عالم اغلقت على نفسها بطريقه زايده، وعالم قالت لك لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا وطلعوا. نحن هذا نحن عشنا بين مرحلتي افراط وتفريط،
بالتعامل مع فكرة المرض. فلذلك نحن كيف بدنا نقدر نجمع هالكلام كله مع بعض؟ بأنه نتعاضد مع بعض كمجتمع. مجتمعنا شوي معلش يعني خلينا نكون شوي واقعيين بعيد عن فكرة التعاضد إلى نوع ما. فكانت عبارة عن الدوائر النفسية لكل مجموعة مع بعضها. يعني شئنا أم أبينا نحن مارسنا مع بعض آليات الإسعاف النفسي. التعاضد وليس يعني هو التباعد مطلوب بس التعاضد. التعاضد النفسي يعني أنا أتكلم عن المنطق النفسي. سمحكي نعم. المنطق النفسي. نحن شئنا أم أبينا مارسنا آليات الإسعاف النفسي خلال هذه الفترة. كل إنسان شعر بالهلع لمين لجأ مثلا لرفيقه لصديقه للي بيآمن فيه إنه فنحن كنا كلياتنا عبارة عن خلايا مع بعض متقابلة تجمع نجمع بعض. إذا بدنا نجمع نرسم الصورة السوداوية بسيطة هلا بثلاث ثواني بذكر لك إصابة خطف شط يا لطيف وندخل بنفق لن يتم الخروج منه خالص لأنه استحضار الطاقة السلبية أمر سهل جدا ولكن دحض الطاقة السلبية واستحضار الطاقة الإيجابية لحتى مو نحن من مبدأ والله تعلمنا أنه طاقة إيجابية طاقة سلبية لا نحن لازمنا وقود لحتى نعيش فيه لحتى نقدر نشيل هالمسؤوليات اللي برقبتنا إن كان كل مين عنده مثلا مسؤوليات في عمله وفي شغله. طيب اوكي سكرنا الدنيا ثلاث شهور اتفقنا انه بدنا نشتغل لا بدنا نقوم ونشتغل ونعمل. هذا الحكي له اليات. الصبر ما هو والله بس ادعاء اوكي انا صابر لانه ما عندي اليات اخرى. الصبر له اليات. ايجاد حلول مع الصبر طيب يعني ايجاد مو بس بدائل ايجاد حلول هي نوع من القناعه. يعني انا بقول لك انه والله انا ما اقدر اغير شيء اوكي انا صابره ما تشوفيني غير شوي 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 اجتني حادث بسيط لا يمكن لشيء صار معي انهيار. لانه المشاكل الصغيره الغير معالجه هي نوع من خزان مكبوت مع أول شرارة رح ينفجر. آليات الصبر آليات مختلفة. آليات أني أنا لما بتصير عندي مشكلة مثل اللي نحن عايشينها أعرف أبعادها. أعرف أنا وين وين لوين قادرة أمشي. أعرف سقفي. أنا مثلا كرب أسرة بعرف حالي أنا مثلا قادر على كذا وكذا وكذا. في شغلات لغيتها من حياتي بحكم مثلا الغلاء اللي صار بحكم اني انا طريقه حياتي. يعني هي انا بدي اقول لك يعني بالاضافه لانه يعني اليوم وتصدينا لوباء كورونا ايضا يعني الجانب الاقتصادي الحرب الاقتصاديه اللي اليوم هي وجه اخر من الحرب اللي عشناها لسنوات لكن باوجة والقت بظلالها الثقيله على المجتمع مع كوفيد 19. يعني صار يعني المواطن هيك بمجابهه هاي القضايا. لكن نحن اليوم بدنا نقول له انه ما يضعف. نحن اليوم هلا بالعيد محطه لحتى تماماً. نحن نجدد هاي الطاقه تماما. يعني حتى نحن اذا بننظر لايام الاسبوع السبع ايام بتلاقي يوم الجمعه مثل عم بيعمل مثل هلا هو يعني انه هي عيد مصغر او شيء. انا بغض النظر عن الدلاله الشرعيه انا عم بحكي انه بتيجي كل ايام اسبوع عم تتعبي تتعبي بيجيك يوم الجمعه انه بيوقفك روحي خدي بريك اجباري بريك اجباري بدك تقعدي فيه. وكذلك الامر بالاعياد. الاعياد بتيجي مثل مظلات روحيه كبيره انه بتختلف فيها بتختلف فيها طريقه حياتنا بتختلف فيها معالجتنا للامور. بتلاقي انه مثلا الاب والام انه بحاله انه مثلا خلينا نقول سماح لاولادهم بشغلات ممكن ما كانوا يسمحوا لهم فيها خلال الايام. لذلك نحن طاقه العيد لما اجت نرجع نحن بنحكي على الانسان اللي عايش هلا. الانسان اللي عايش هلا خلينا نقول محارب اقتصاديا نفسيا سلوكيا معيشيا شو بتجي انت بتقولي له والله مثلا خلص انتهينا عود واصبر. الحكي اذا لم يقترن بفعل الاماني تبقى مجرد اماني طبعا. الواقع يحتاج الى فعل. كل انسان يعني مثل ما بقولوا انه هو ادرى بنفسه. لحتى نحن نقدر نخلي مثلا الانسان يقوى ويجابه نفسه ما شغلت والله مثلا تعطيه مساعدات غذائيه ولا هي مثلا منحه ماليه بتتبخر بنفس اليوم ولا هي مجرد اي شيء انت توصلي له مش مادي. يعني هذه حلول تلطيفيه. يعني في مثل نحن بنقوله دائما انا بدل ما تعطيني سمكه علمني الصيد. فنحن هلا مثلا نجي بدك تجي انت رب الاسره اللي هو عم بيطلع كل يوم او من يعول او اي حتى في نساء مثلا هي المعيله لاسرتها هي عم بتجابه يوميا مجموعة من الضغوطات والحالة ما عندها حلول بين إيديها ممكن تؤدي فيها إلى كثير من شو بقولوا دخلت بحالة السوداوية والتراجع. هلا أنا نحن كلياتنا أولاد نحن كلياتنا أولاد هالشعب وعايشين هالظروف أنا وأنت وجميعا كلياتنا. نحن ما فينا نزود على بعض ونقول خلص ويجب أن نصبر. لا نحن في عنا مجموعة حلول لازم نشتغل عليها. يعني مثلا أنا من قبل كان ممكن مثلا والنقل كنا نشتري كذا كيلو مثلا أو مثلا إنفاقنا الشهري من مثلا مادة معينة هي كذا أنا ماني قادر فيها
مو انا ما راح لك استبدله ولا راح بيعك حكي ولا لك انه والله نحن فينا نستبدل او شيء. نحن اجباري وضعنا في منطقه ترشيد، ونحن هذا الترشيد ليش وصلنا له؟ لانه نحن اسرفنا على انفسنا في الايام السابقه. بمثال بسيط، كل عمرها ايام البيوت ايام زمان كانت تتعمر من الحجر الاصلي، هلا تخلي على البيوت القديمه بتلاقيها بالشتاء دافيه وبالصيف بارده. طب هذا التساؤل نحن ليش فقدناه هلا؟ فقدناه هلا بعنصر السرعه ولانه بدنا الحلول السريعه، فصرنا نحن مثلا بنعرف انه نحن عندنا فينا نركب صوبيه مازوت ومكيف، فخلص صرنا نبني بناء كيف ما كان، بينما اذا بترجعي للفتره القديمه جدي وجده كان الحجر اللي يدفي نفسه هو الحجر اللي يبرد، فنحن قد ما اوجدنا لنفسنا حلول وصار وفره في بين ايدينا، فدخلنا في مرحله الاسراف والتفريط، هلا لما اجت عم تنسحب هذه الامور من ايدينا شعرنا بالفقد. نرجع للفطرة. هلا هي ما فينا يعني نرجع نعمر بنايات ونعيد. لا طبعا مو بالبناء، على الأقل بحلول نشترح حلول يعني. أنا رب أسرة، أنا أم وكل العالم، ماني قادرة أعمل هالشي اليوم، بدي لاقي له بديل، إما أنا قلل كميته أو اختلف، لأنا ما رح أعطي حلول مشان كل واحد يجي يقول لي إنه أنت عم تحكي في ناس ما عم تشوف. كل 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 موقف وإله معالجته، ولكن إنه نقعد بس نستجلب طاقة السخط وإنه نحن هيك صار معنا، وطبعا مثل لما أنت بتفتحي مواقع التواصل الاجتماعي لنرفع يعني صار عندي القدرة. يعني إنه هيك تفتحي موقع ما بقى مواقع التواصل الاجتماعي، صار مواقع التواصل الاجتماعي إحباط فعلا. طب أوكي يا جماعة الخير، يعني هذا أمر لا أنا ولا أنت ولا بيتغير بي 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 بقرار مني ولا برأيك ولا بشيء، خارج خارج عينوا بعض يعني. كونوا رحماء على بعض، كونوا دوائر دعم لبعض. يعني برجع بقول لك آليات الإسعاف النفسي تختلف عن التعاطف النفسي. أنا لما بدي إجي إلا للأستاذة هلا بدي عينك، ما بالحكي، لا اتس اوكي يلا وخلاص ومرحلة بدها تمر، هذا الحكي ما في. وأحيانا أنت بحاجة الكلمة الصادقة مش الكذب، انت بحاجه الكلمه الصادقه. لما نحن كلياتنا مثل بعض، كلياتنا بدنا ناكل، كلياتنا نشرب، كلياتنا نأدي اعمالنا وعم نعيش نفس الظروف، وعم نعيش نفس الظروف يعني. اذا علينا ان اول شيء بطلوا احباط وتحبيط، بطلوا تصبيط لبعض. رقم واحد، ما انك قادر ترفع من معنويات الاخر، اوكي لا تاذي، لا تقول له والله خربت الدنيا. هي يعني هلا انت اذا قلت له خربت الدنيا خلص وصلته للنتيجه، خليك رسول محبه وخصوصا في مرحله العيد. هلا مثلا انت بتجي شو هالعيد باي حال حتى يعيدوا، اوكي باي حال، ما هذا مما فعلنا نحن، هذا جنى ايدينا. دكتوره يعني فعلا نبحث عن هيك نوافذ، يعني لو انه طاقات نفتحها ونقدر، طاقات امل، طاقات نور، يعني نحن بالاخير يعني هذا هو الحل اللي بدنا نفكر في نفسيا. بتيجي امور تخلينا هيك الحياه تساعدنا. هلا نحن نبارك لطلابنا امبارحه هذا الحدث الجميل، هو صدور نتائج شهاده البكالوريا لطلابنا، بنقول لهم الف مبروك. الحقيقه هيك حولت شوي، حركت هذا الركود اللي كنا فيه. الف مبروك لطلابنا ولاسرهم ولاهلهم، الف مبروك للاذقيه اللي حققوا فيها 4 طلاب من العشر الاوائل على مستوى سوريا. حدث امبارحه فعلا خلانا هيك نفرح مع الاسر، اللي عنده بكالوريا واللي ما عنده عم بيتبع هذا الحدث وهذا هي النتائج. يعني نحن هون بمعنى انه دائما تجينا قضايا نستثمرها لنرفع هي الحاله اللي عم تحكي عنها دكتوره. هي النفحات، نفحات يعني هي النفحات تمام. لما انا مثلا بدي اجي اتعرض لها بطاقه ايجابيه، اوكي انا ما عندي بكالوريا، بقول شو بدي من اللي عندهم بكالوريا، بالعكس انا ابارك لكل طالب نجح مهما كان مجموعه ومهما تمام. كان دفعه الكورونا 2020 انا اقدرهم ولهم مني يعني ارفع الشفاه دفعه الكورونا هي. دفعه كورونا يعني هذول ترفع لهم القبعه على التوتر النفسي اللي مرقوا فيه. فهذا بيدلك على مثل ما في طالب احبط وقال لك ما راح انجح، في طالب حقق 2900 كاملة. إذا هون شو اللي فيصل بيناتهم؟ شو اللي اختلف؟ لا موضوع الدراسة ولا شيء، اللي اختلف بيناتهم هي القدرة النفسية وضبط السلوك، لأنه نحن كلنا لما بلشت الأمور ما نعرف إذا بدنا نقدم فحص، بدنا نعمل، بدنا نسوي، ضلت في عالم ثابتة. لما أنا بركز على هدفي أنا بتثبت الدنيا كلها حوالي. وكذلك الأمر لما أنا بدي أعيش، بدي أحارب، بدي أحط كمامتي، بدي أخذ بالإجراءات، والله يعني وبدنا نشتغل على أبعد حد. لذلك نحن
احنا هدول دفعه البكالوريا يعني كثير بحترمهم وفي اقربائي كلهم بوجهلهم المباركات وبارك لهم جميعا، ولكن هدول انا بعتبرهم هدول من الثوابت والامل انه نحن اسا في عمل وانجاز طلابنا بالجامعات عم بيشتغلوا كذلك وانجاز الحياه للاسره السوريه وللطالب السوري. نحن نتشكرك للطاقه الحلوه الايجابيه والحاله الايجابيه اللي هيك هلا فرشتيها في بدايه اليوم لقائنا، وراح بعد شوي راح نستقبل ضيوفنا كمان لنكون يعني باكثر من موضوع، فان شاء الله هيك ايام خير وبركه. ومره ثانيه بنقول لك كل عام وانت بخير ونتشكر حضورك شكرا معنا. شكرا لك مدام لبابا. وبدنا نطلع هيك هلا لاجواء اسواق العيد، يعني مهما كان هي الاسواق هي الحقيقه جزء من بهجه العيد وخاصه ليله العيد، ولو انه مثل ما قلنا الظروف صعبه وكلياتنا بنعرف ما في داعي نحكي يعني، بس يعني لابد انه تكون هاي حالة اقتصادية موجودة بشكل او باخر. لكن نستقبل بعد شوي ضيفنا الفنان مجدي حداد اللي هو من الفنانين اللي اشتغلوا لسنوات طويلة بمسرح الطفل، ولنحكي عن الطفل والعيد. بس قبل ما نطلع استطلاع بدنا نسمع نرحب بضيوفنا. كيف منرحب بضيوفنا ست هالة؟ وبالله صبوا هالقهوة وزيدوها هيل واسقوها لنا جماعة ظهور الخيل، بالله صبوا هالقهوة وزيدوها هيل واسقوها لنا جماعة ظهور الخيل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ينعاد للجميع ولسوريا بخير وبسلامه. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وكل الشعب بخير والوطن بخير، يعني هذا اهم شيء وخاصه بهالجائحه اللي عم تصيبنا. هذا حابين هيك نطلع الصغار ناخذهم على البحر هيك مشوار عادي. وهيك نزور في كورونا. طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا يعني نعمل شويه وقايات ونتصرف عادي. جبتي لهم اغراض لاولادك؟ رح تعملي لهم حلو؟ ايه اكيد. الحلو والله جاهز، وتياب على العيد اكيد جبنا لهم. وان شاء الله كل عام وانتم بخير، على الجميع بينعاد عليهم بالخير يا رب. الاسعار والله مرتبه، وفي شغلات غاليه لان البضاعه القطنيه الكويسه دائما اسعارها مرتفعه، واللي بده يدور على الوسط بيدور وماشي الحال. والشوب قوي علينا اليوم الحراره، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، والجيش العربي السوري بالف خير، وسياده الرئيس بالف خير. بقول لكل العالم كل عام وانتم بخير، ان شاء الله العيد الجاي ما بنشوف هالاحوال اللي نحن فيها هلا، وان شاء الله بنشوف كل العالم بخير وهالوباء يروح عننا وهالحرب تروح عننا، بشوف الناس احسن من هيك بكثير.
ومنرحب بضيوفنا الأستاذ مجدي حداد، كل عام وأنت بخير، أضحى مبارك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير والسلام لسوريا دائما إن شاء الله. أهلا وسهلا، نحن تعودنا بس نشوفك، يعني نشوف أطفال هيك ببرقة عيونك، بنشوف بريق عيون الأطفال لأنك لسنوات طويلة أنت والطفل، والعيد اقترن بالأطفال يعني أكيد. ما بعرف أسألك عنك أنت وطفل بالعيد ولا لهلا أنت طفل، ولا نسأل عن أطفالنا اللي منحاول نلاقي لهم صور للبهجة اليوم، يعني هي تقلصت بسبب انه نحن اليوم ما نخلي اطفالنا يكونوا موجودين بالساحات لكن بدنا نزرع فرحه بشكل او باخر. العيد والطفل، شو بتحكي لنا عن هالثنائيه الحلوه؟ هلا هو نحن محبتي للاطفال، انا تحديدا اخترت موضوع امشي بموضوع الاطفال، موضوع مسرح الطفل، ونحن دائما ان شاء الله محبتنا للطفل بتخلينا نبتكر افكار دائما جديده، بنشوف شو الطفل بيحب، شو الشغلات اللي بيرغب لها، ممكن نحن نقدم له اياها من خلال عملنا. وانت مثل ما بتعرفي ست لبابا فرقه طيور الجنه سوريا، يعني حاليا دخلنا بالسنه ال11 من 2009، هلا نحن بال2020 11 سنه دائما تجدد افكار جديده، والاقبال الجماهيري اللي عم نشوفه لفرقه طيور الجنه هو اكبر دليل على استمراريتنا بالشيء اللي عم نقدمه لطفلنا. وبالعيد هلا تحديدا يعني الطفل في عنده يعني ساعات لابد ما يغطيها او يعبيها، اما ساحات الاعياد او المسرح. فبهالفتره اللي نحن عم نمر فيها هلا فتره الكورونا، يعني قلصت امور كثير بالنسبه للطفل، يعني حتى موضوع المسرح خف جدا يعني مشان التجمعات، وكل شيء في تجمع عم نحاول انه نبعد عنه. ونحن مثل هالايام مثل عيد الاضحى المبارك، نحن المفروض عنا هلا مهرجان فرح الطفوله الثالث يكون. نعم. يعني السنه الماضيه كان الثاني اللي قبله السنه الاولى، وبهالمناسبه اكيد بوجه تحيه لزملائي المهندس جهاد يوسف والاستاذ فواز سيجر يلي هن بالمهرجان معي. فنحن هالسنه لغينا المهرجان بالنسبه للوضع اللي نحن فيه يعني. ف عنا هلأ مهرجان اسمه لمة فرح بحديقة العروبة للأنشطة الثقافية جانب المحافظة القديمة لمدة 4 أيام تبارا من اليوم، بيتضمن فعاليات متعددة من خلال مسرح وأنشطة تانية. نحن رح نواكبه يعني، وأكيد الزملاء اللي يعني أسسوا أو بدنا نقول انطلقوا بهذا المهرجان ليزرعوا الفرحة. أنا هون بدي أسأل علي، بما أنه هو يعني الطفل اللي عم يكبر، علي من الطفولة هو يهوى الإيقاع، ويعني شو اللي شدك أولا للإيقاع وخلاك تكون فيه مو بس أنه هيك عازف عادي، أنت رائد على مستوى القطر؟ أنا من لما كنت صغير كان إلي رغبة أني يكون رائد وعازف وهيك، فوالدي عازف قديم وهيك، فهلا دارجة شغلي أنه العازف الأورج ابنه لازم يكون عازف أورج، العازف الجيتار ابنه لازم يكون عازف جيتار. فأنا أكيد هالشغلة غلط كتير، فأبوي خلاني نقل الآلة اللي أنا برغبة رغبتي، فحبيت الآلة. الواحد وقت بحب شغلة أو شيء بيتمسك فيها، فأنا حبيتها وتعبت على حالي، وكل الفضل لأستاذ الأستاذ أيمن حيدر اللي تعب علي ووصلني لهون. نوجه له كمان تحية لكل مين عم بيعلم أطفالنا قيمة فنية ومعنوية. وأستاذ مجدي، يعني هذا هو يعني اليوم لما بنقول مسرح الطفل، أنتوا في مجموعة في اللاذقية الحياة مش شغالين بمسرح الطفل، عم تتبنوا مواهب، عم تتبنوا يعني أنه هذا الطفل سواء أنت بدك تقدم له أو أنك تخليه يكون مشارك. نحن بنشوف بعروضكم أنه في للأطفال مشاركات، وبنفس الوقت انتوا عم تقدموا لجمهور من الاطفال، هون كيف دائما انت بحاله بحث انه شو بدنا نقدم للطفل؟ هلا ضمن برنامجي انا دائما في عندي فقره اسمها فقره مواهب. والحمد لله يعني اكتشفنا اكثر من موهبه، وكانوا موجودين عندكم من هون طفلين من دير الزور، المنذر دبلان واحمد دبلان، هذول انا اكتشفتهم عن طريق الصدفه يعني. اصوات جميله فعلا. اصوات جميله جدا ولهم مستقبل، يعني وأهلهم كتير كتير لهم ثقة فينا، وعم نحاول نحن قدر الإمكان دائما أي موهبة بنشوفها أنه خرج واحد يتبناها أو يرعاها أو ينميها
اكيد ما راح نقصر مع حدا نحن، ومن خلال برامجنا دائما عم نلتقى بهيك امور يعني. بالاضافه لهالشيء يعني بنلاحظ بمسرحك يعني انت بتعتمد الالوان الحلوه، بتعتمد الالعاب اللي فيها يعني مثل السيرك، العاب تمام. مفتوحه، الدمى، يعني في شيء عناصر انت عم تعتمد عليها لجذب الطفل. هذا مسرحك يعني، هذا هي رؤيتك، وشفنا هلا هيك هالصور الحلوه وهالالوان، فانت هون عم تبني هاي الفكره على هذا الاساس استاذ مجدي، يعني هيك انت تطلعك لمسرحك. هلا عندك الاطفال، خلينا نقول هن نموذجين. يعني عندك اطفال بيحبوا عمل المسرح يلي هو مسرح. نعم. يعني في قصه، في سيناريو، في حكايه، في شيء معين بيحبوا يتابعوها، وفي عندك اطفال بيحبوا التنوع. فانا اخترت برنامج المنوعات يلي بيتضمن العاب ومسابقات، طبعا مسابقات نحن مبتكرينها مخصصه لبرنامجنا تحديدا، يعني فقرات من الشخصيات الكرتونيه اللي بشكل دائما عم نجددها، اي شيء بيطلع جديد نحن مباشره بنجيبه. يمكن انا اكثر واحد سباق بهالامور هاي كوني انا بصنع دمى يعني. يعني في بعض الشخصيات تمام. اللي موجوده شغلي انا وتصنيعي. حلو. يعني هيك افكار حلوه انكم عم تعملوا، حتى السيرك اللي هو فقرات ابنك. السيرك عندي ابني عباده، هذا عباده ما شاء الله عليه، عباده يعني فقر السيرك العاب خفه، يعني من الشباب المميزين بمحافظه اللاذقية وعلى مستوى سوريا هلا. صحيح. يعني صار هلا امبارح هو كان بوادي النصارى عندهم حفله هنيك افتتاح مهرجان ما بعرف شو هو، فبعثت مجموعه من الشباب مع فرقه جولة نار. حتى هالدمى قديش بتجذب الاطفال. والوانه المهرج يعني مثل ما قلت، يعني انت عم تعتمد على كاركترات تجذب الطفل، وفعلا قد ايه عم بيحبوا الاطفال بنشوف بعروضك، يعني شيء عم بيتصوروا معهم، شيء بيروح بس بدهم يلمسوهم. بالزبط. هون بدك تجدد لهم الشخصيات اللي بيحبوها دائما الأطفال. يعني هلا عندك كل سنه كل سنتين تقريبا بتطلع شخصيه هيك فجاه بيتعلق فيها الطفل، فبدك تكوني انت سباقه قبل ما حدا يسبقك تنزلي هالشخصيه هي. مثل مثلا هلا فلا والاقزام، فلا والاقزام في سوريا كلها ما حدا موجود يعني عنده، انا اول شخص نزلتهم وشغلي انا. الاقزام شغلي انا كدومة. عندك البيبي شارك. بيبي شارك هي نزلت عباره عن اغنيه للاطفال. نعم. قرش الطفل. ايه. فانا ابتكرت شخصيه البيبي شارك، كمان نزلتهم اول شخص بسوريا ولهلا ما موجودين الا وأنت عندي. وانت عم تقول انت اللي بتصمم وبتصنع الدمى، يعني هي كمان بدنا نقول حاله اخرى، يعني بالاضافه لفنونك المتنوعه هذا فن قائم بذاته يعني. اكيد عمل هلا الشخصيات الكرتونيه، اذا بدك تجيبي اي شخصيه الموجودين عندنا نحن كلهم شغل الصين. اي شخصيه بدك تجيبيها مو اقل من 85,000. فانا بال 85,000 انا ممكن اعمل اربع شخصيات، خمس شخصيات. هاي دائما الابداع نحن اللي بنحكي عنه، والاراده السوريه اللي بدها دائما تلاقي حلول وتبتكر اشكال جميله. هلا نحن يعني اذا هيك شوي طلعنا على مسرح الطفل في اللاذقية، بنشوف هيك مجموعه فرق كل حدا عم بيقدم لونه الخاص بنسميه، مثل ما بالغناء بنشوف الوان، وبالاخير حتى احيانا بتتعاونوا بتقدموا شيء، يعني عم نشوف الحقيقه في حراك جميل لمسرح الطفل. اذا قلنا مجدي حداد، شو ستايله مثلا، شو عنوانه بمسرح الطفل؟ هلا بعد ما هالمقدمه اللي حكيت لنا عنه. هلا مثل ما قلت لك انا تقريبا يعني قصدك انه صنف حالي بين اللي عم يشتغلوا؟ لا مو تصنيف، انه انت على شو اكثر شيء معتمد، يعني شو انا معتمد على التنوع بشكل دائم. وهي الدمى وال الدمى يعني الشيء المفتوح، انت غالبا مسرح مفتوح بنشوف تماما، يعني عم يجي الطفل والاهل الاثنين عم يطلعوا مبسوطين. استاذ مجدي عروضك بتعتمد على شو، يعني عرض. صح. في غناء، في مسابقات، في تمثيل، في سيرك، في مهرج، في يعني من لما بيدخل الطفل من المسرح ليطلع هو انت عم تقدم له شيء. بالضبط. فهون الشو يعني هو جمع لعده فنون، مو سهل يعني تجمعهم. اكيد. هلا عندك اطفال، عندك اطفال يعني عندهم حلم انه يطلعوا يوقفوا على خشبه المسرح. بقى كيف اذا طلع هالطفل على المسرح وعم بيشارك بمسابقة أو عم بيشارك بموهبة معينة بيشوفها هو قد الدنيا، يعني هو وأهله بيطلعوا. صحيح. مبسوطين. هو عموما للأسرة، أنتوا عم تستقطبوا الأسرة، عم شوف الأهل، الأم والأب والأطفال كلهم عم بيكونوا. أستاذ حسن بدي أسألك، هلأ نحن يعني نقول الطفولة والعيد، شو باقي من الطفولة يعني بالذاكرة من طفولة العيد مثلا، أو عيد ذكريات العيد بالطفولة؟ وليش دائما بس نقول عيدنا فرح الطفل؟ الطفل هو هدفنا، هو الحالة اللي بدنا نتوجه فيها للطفل لنزرع فيه قيمة يعني. أكيد. هلا ذكريات الطفولة، العيد يعني العيد أيام زمان غير هلا،
الحياة هلا غير أيام زمانه. سيدنا محمد في له قول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تربوا أولادكم كما تربيتم، فزمن أولادكم غير زمنكم. فليت كان لنا بيعرف الأستاذ مجدي، يعني احنا كنا على مستوى وقت اللي كنا صغار ممكن الطابة كانت عندنا شوية شراطيط أحيانا إذا ما نوجدت. فهلا الطفل حتى هو بالبيت، يعني حتى بالعيد بالبيت لو أنه ما طلعت، لو أنه ما راح مثلا على الملاهي، أنه في كورونا في كذا، عم يتأمن له كل شيء اللي عنده، عم يتأمن كل شيء للطفل اللي عنده، ما حدا عم يحاول يقصر من ناحية ابنه، كل إمكانيته الإنسان عم يقدمه لهالطفل هذا. انت بشو لعبت؟ بشو لعبت؟ انا بشو لعبت انا وصغير وقلت حلوة هي طرابة الشراطيط طبعا كان في ولا الجرابات ولا هي كنا او الام اللي تخيط دمى لبناتها لتعمل لها دمية من الصوف والقماش. هلا نحن هلا على دورنا، وانا من جيل الاستاذ مجدي يمكن اكبر مني بنتفي هو او من جيل بعضنا، بيعرف في شغلتين كانوا موجودين ايامنا، اللي عنده بسكليت او طابة هذا ملك الدنيا طبعا. طبعا حارتنا كانت مشروع بين احنا الحارة عنا والرمل الشمالي والمنطقة، كان في بكل هالمنطقة يمكن 5 طابات موجودين، فاللي ممتلك الطابة كان يتحكم بالحركة ملك زمان. بس طبعا بالعيد لا، في كان بدنا أكيد بدها الوالدة الله يرحمها بدها تعمل السيوة، بدها تعمل المعمول، بدها تعمل في هدول اسمهم الأقراص هلا ما كتير موجودين، بتجيب قصبة بتعملهم فيهم بتحطهم بالفرن أشكال كتير شغلات كانت تعمل. لازم نجيب تياب جديدة، لازم ناخذ العيدية. في مكان عنا بالحارة هي بيقولوا ساحة العيد كانت عند الفرن، يجي يغني اللي يحطونا بالزنزوق نسميها الزنزوقة، في ألعاب لكن هيك يسموها بلهجتها هي كانت احنا هي يقولوا هلا بدنا نروح على المراجيح، بس ايام زمان كانوا يقولوا بدنا نروح على الزنزوقة هيك كانوا يقولوها. وساحة العيد هي كانت مهرجان، ولا تزال استاذ مجدي قد ما عم تطلع اشكال جديدة، عم بيطلع مسرح طفل وعم تطلع عروض، بس كمان يعني في ابقاء على هاي الحالة اللي عم يحكي، يعني اليوم ساحة العيد يعني هلا بجوز السنة ما في، بس احنا بنعرفها يعني كانت طبعاً. لا تزال يعني للاعياد الماضية موجودة قبل الكورونا يعني يعني اليوم عم بيضل الشكل القديم وعم نبتكر شيء جديد، يعني حلوة هالجمع انه نحن نحافظ على القديم ونقدم جديد، المهم فرحة الطفل اكيد. فهذا الشيء دليل يعني انه مؤشر انه الكل بده يعمل حالة فرح. دائما لازم واحد يبتكر وسائل للفرح بالنسبة للطفل، يعني مو انه نضل مثلا والله ما في الا عيد ومراجيح والليبات وهالشغلات هي، طيب هي ما موجودة، الطفل وين بده يروح؟ صحيح. فضروري موضوع مسرح الطفل يعني، ونحن دائما مهتمين بمسرح الطفل لانه الطفل بيستحق بسوريا كثير من الرعاية والاهتمام. ست هلا حضرتك أم لثلاث شباب الله يخلي لك ياهون، يعني سواء إذا سألتك أنت كيف عشتي أو يعني ذكريات طفولة، أو أنت يا ترى هل اللي قدمتي لأولادك يعني مثلا بالأعياد بشكل خاص هو لأنه من ذاكرتك ولا لا، أنه في الحياة بدها دائما توجدي فيها بدائل أو شيء جديد لتفرحي أولادك؟ أكيد شيء جديد، لأني نحن العيد أيامنا نحن بيختلف عن العيد هلأ. نحن يعني لعبة صغيرة ممكن نحن نخترعها بتفرحنا أكثر من هالألعاب اللي عم يلعبوا فيها، لأني نحن عاملينها بمحبة. أما هلأ كل شيء عم يجي للطفل كل شيء جاهز، حتى الأطفال ما بغى تحسي فيهم فرحة العيد مثل أيام زمان، يعني كل شيء جاهز عم يجيهم، ما في تعب ما في اهتمام، بحسوا عادي يعني العيد مثله مثل أي يوم. مع العلم مع دورنا نحن لا ما كان هيك، يعني وصلنا على اللعبة أنا ما نام بالليل، ما صدق أمتى يطلع الصبح لحتى ألعب فيها. أنت كنتي تعملي تخيطي لعبة يعني حلو سواء إلك وبعدين لأولادك، شو صبيان تعملي لهم طابة مثلا؟ طابة أو كريجة أيوة كريجة صغيرة، بس هن بس هيدا الجيل كل شيء بيشتري على الجاهز هلا، يعني ما بيرضى باللي نحن كنا نلعب فيه. أغيد في كتير ألعاب يعني الحياة هيك، أنت لما قلت كريجة ذكرتني بأنه يعني حتى في باب اللي دارسين بالتراث الساحل أنه عم بيعيدوا البحث بالألعاب القديمة اللي كانت هاي هي تزرع فرحة كتير حلوة، الكريجة وهي الزنزوقة قلناها طميمة طميمة وهي علي والعميرة هاي الطابة بتضربها والحجة هاي ألعاب كلها ألعاب قديمة أيام يعني طفولة. الإنسان دائما بحاجة ينزع يعني إلى أنه بده يقضي وقته بشيء ممتع، يخترع ألعاب فيها تفكير فيها فكرة طبعا وفيها رشاقة فيها تركيز، يعني دائما هاي الألعاب كلها بالأخير تحمل قيمة تربوية أستاذ مجدي. لذلك أنتوا حتى بمسرح الطفل الحقيقة هو بفسحة أنه شوي الولد يبعد عن الإلكترونيات يجي على مسرح
هون بقى انت بدك تشغل له عقله وتشده ساعتين عن لعبته اللي هي على مثلا على الكمبيوتر او على معه بالموبايل. هون بدك تلاقي له بدائل اليوم مقنعه اكثر من اول. البدائل هي اكثر شيء نحن عم نعتمد عليها بالنسبه للمسرح تبعي انا تحديدا، هي موضوع المسابقات. يعني كل فتره بنغير بموضوع المسابقات، والمسابقات كلها يعني مو انه مسابقات هيك تسلايه سهله، لا فيها شغلات فيها صعوبه وفيها منافسه بين طفلين، مو طفل واحد لحاله عم يطلع يعني. فمشان هيك الطفل يعني بحس حاله انه عمل انجاز يعني طلع على المسرح وشارك وانا ربحت وكذا. طبعا حتى الخسران نحن عندنا ربحان، وانا الراعي لي مؤسسه دار القمر للطباعه والنشر بوجه لهم تحيه وبقول لهم كل عام وانتم بخير يلي هن داعمين دائما لفرقه طيور الجنه سوريا. نعم. يعني انا احيانا بتساءل يعني بشوف مثلا استاذ مجدي حدال، استاذ هاني محمد، المسرحيين اللي مثلا لهم 20 سنه 25 سنه وهن يعني عم يشتغلوا مثلا بمسرح الطفل، لا كلوا لا ملوا وعم بيبحثوا دائما وبدهم يتجددوا وبيزعلوا اذا مثلا قصروا بشيء. هاي الروح يا ترى انه هن الطفل عم بيعطيكم هاي الطاقه هيك لتضلوا انتم مستمرين معه؟ اكيد. هلا لو ما شفنا نحن الطفل مبسوط معنا وعنده طاقه ايجابيه اكيد نحن ما بنقدر نطور عملنا. وحضرتك ذكرتي الأستاذ هاني محمد، أكيد بنوجه له تحية وبنقول له كل عام وأنت بخير. يعني مهرجان هو مهرجان بسم الطفل سبعة هلأ صار يعني سبع سنوات، هو من أسبوع تقريباً أنهى مهرجان بعيد الصغير كان يكون، ولكن الكورونا أخرت موعد المهرجان تبعه، وكانت خطوة كتير كتير هالسنة رائعة منه من مديرية الثقافة باللادية. ومنوجه تحية أكيد للأستاذ مجد صارم والأستاذ ياسر صبوح، إنه هي العروض تبعهم صارت بالأرياف معرضوا باللادية، عملوا حفل الافتتاح وكنت حضرتك موجودة بدار الأسد، ولكن باقي العروض صارت بالأرياف بدير حنة بالحفة. نعم. بعين التيمة. اليوم عم تتكيفوا مع الظروف، بس مثل ما قلنا أنتوا عم بتضلوا مستمرين، عم تاخدوا هالحالة من طفل هو اللي عم يخليكم تستمروا. بالضبط. أكيد. الطفل عم يكبر معكم. إيه؟ يعني هلأ علي من سنتين كان رائد، اليوم ما شاء الله هلأ علي رح صار شاب. صار شاب. بس مثلاً الطفولة دائما بتحسهم انه الاطفال عم بيكبروا مع المخرجين، مع القائمين على العمل الفني، بيكبروا سوا بشكلوا ذاكرة، ذاكرة مدينة يعني. صح. فانتوا اليوم عم بتأسسوا لهذا الشيء. اكيد. هلا دائما نحن مثل ما قلت لك التغيير والتجديد والابداعات المفروض دائما تكون موجودة، لانه الطفل يعني صار عندنا طفل سوري عندنا واعي، يعني مو اي شيء ممكن يعجبه. فدائما بدك تقدمي شيء جديد، تبتكري افكار لحتى يكون دائما هو متواصل معك ودائما عم يتابعك ما يشعر بالملل. فنحن هدفنا دائما مثل ما قلت لك التجديد دائما ان شاء الله. ان شاء الله تضلوا بخير ويعطيكم الف عافيه، جهودكم مشكوره دائما، واي شيء اليوم عم بتقدموه للطفل هو يعني قيمه تضاف لكل الحاله التربويه اللي نحن عم نربي فيها اطفالنا. ومسرح الطفل اكيد من الروافد كثير هامه للاسره وللتربيه عموما ولسعاده الطفل وترفيهه، ونزرع بسمه على وجوه اطفالنا. بتشكرك استاذ مجدي حداد هيك بطاقه معايد اليوم عيتنا فيها. تفضل. خليلي ياكي شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. المركز الاذاعي التلفزيوني قناه اوغريت بتشكر ضيوفك اللي موجودين معنا، ودائما بنقول السلام لسوريا الحبيبه ان شاء الله. اهلا وسهلا. انا بتشكرك. نحن رح نشوف معايدات هيك متنوعه من الناس، من الجمعيات الاهليه اللي عم تشتغل، لكن بعد شوي كمان رح ينضم لنا الدكتور المهندس هيثم صقور، ومن المغتربين، من اهلنا المغتربين، 30 سنه في بلغاريا لكن لم ينقطع عن الوطن، له كثير من يعني المشاركات والمساهمات على مستوى الوطن بين سوريا وبلغاريا، وعضو اتحاد غرف بين بلغاريا السورية البلغارية. الحقيقة أنا لما استضفت الأستاذ هيثم، يعني لما دعيناه وشرف أكيد هلأ بعد دقائق بيكون معنا، قلت شو بدنا نحط عنوان، فقلت المغتربون قيثارة وطن. فعلا هن قيثارتنا في الخارج، هن الموسيقى السورية اللي بيعزفوها خارج الوطن، لما بيجوا بيصيروا طيور وبيغردوا معنا. بعد شوي رح نسمع هذا التغريد المليء بالحنين من المغترب الدكتور هيثم صقور، رح ينضم إلنا بعد ما نسمعه ست هالة يا أعز وأغلى وأطيب قلب. وأنت يعني بتغني شعبي وبنفس الوقت بتغني طربي، يعني إسا رح نحكي شوي بعد شوي، لك هلا عم استمتع بغنائك وعزف أغيد والشباب، تفضلوا. Thank you.
سر العالم ما أنا الحب ونشوره قالوا عليك طيب خلي هنا من قلبي يا تكون إنسان بزمان بطبة القلب تتعيب يا طيب يا أعز وأغلى وأطيب فسر لي العالم معنى الحب وانشوره قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان بزمان بطبة القلب تتعيب يا طيب جينا جينا تنعيدكم جينا 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 نتذكر ما بينا بطاقة معايلة شو حابة تقولي مناسبة العيد إن شاء الله كل عام وأنت بخير هو بعيدكن أنت وإن شاء الله كل عام وأنت بخير والجميع كله بخير يا رب أنت بخير يا رب وإن شاء الله بنعاد علينا وعلى الوطن وعلى الجميع بالخير والصحة يا رب كل عام وأنت بخير سني وأنت سالمي وإن شاء الله جميعا بتكونوا بالخير والوطن بخير والقائد بخير وجمعية بلسن روحك بتكون بخير هي وكل العاملين عليها وأنت بألف خير وقائدنا وجيشنا بألف خير وجمعية بلسم روحك بألف خير بخير وينعاد عليك وكل خير وبركة والنصر لسوريا لا محال جينا جينا تنعيدكم جينا 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 نتذكر ما بينا جينا جينا مع هالشوبات مبسوطين فيكم مشاهدينا مبسوطين بضيوفنا مبسوطين بالقلوب الحلوة اللي بتجمعنا ونحن الحقيقة زادنا ورصيدنا هو المحبة المغتربون هن قتارة وطن يحملون خارطة سوريا في قلوبهم أينما حلوا تحل سوريا معهم بيسرنا كثير نرحب اليوم بدكتور المهندس هيثم صقور أحد مغتربينا في بلغاريا من 30 سنة لكن لم ينقطع عن الوطن ووشائج الحب والارتباط بالوطن موجودة أينما كان أهلا ومرحبا دكتور بيسعدنا وجودك ومعايدتك كل عام وأنت بخير صباح الخير صباح الخير لكم لوطننا الغالي لقائدنا المفدى صباح الخير للشهداء صباح الخير سوريا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير جميعا اهلا وسهلا فيك بتمنى ان شاء الله العام القادم يكون بلدنا تخلص من هالمشاكل اللي هو فيه تخلص من هالارهابيين بنتمنى ان شاء الله لكم ولبلدنا كل الخير وكل المحبه ان شاء الله واهلا وسهلا فيك يعني بالعيد تتضاعف المشاعر تتضاعف نعم. التحيه تتضاعف المباركات يعني بتصير كل شيء هيك مكثف نعم. فهيك مين عيدت هلا اول شيء الصبح امي والدتي اول شيء دائما البركه دائما والدتي الحمد لله لساتها طيبه يعني ما توفيت وصحتها الحمد لله ماشي حالها اول ما بلقى بدات بعدين بعثت للاصدقاء والاهل هو الوطن ام والام وطن نعم الام هي وطن لانه هي ربتنا طبعا يعني حتى لما بتطلع انه انت لما بتقول سوريا وامك يمكن هي نفس الحاله نعم يعني نعم الموجوده نعم شو سر يعني لما بيكون في اغتراب بتصير كمان المشاعر حاله اخرى لما تنظر للوطن من اطلاله اخرى شو نعم هي هاي الاطلاله شو سر هاي المشاعر
كل سوري مغترب طلع برا سوريا بتبقى الـ 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 الأهل والأرض وريحة الأرض وكل المشاعر بتلاقيها بيتركها بسوريا وبيطلع، بيترك القلب والروح بالبلد وبيضل الجسد هناك. أنا عم بحكي يمكن باسم كل سوري اغترب وبيحب بلده، لذلك وقت منرجع بشغف على بلدنا، بنحس حالنا أنه رجعنا على الحضن اللي تركناه. فالبلد أم، البلد أم. شو أكتر شيء بتشتاق له طبعا غير الأم، لأن الأم موجودة لأن هي الوطن، شو أكتر شيء بتشتاق له؟ بتكون مثلا في شوق بدك تروح بجوز على قريتك على حارتك اللي عند رفقاتك، ما بعرف يعني شو؟ صراحة أنا بشتاق لسوريا يعني بشكل عام. لكن إذا تفاصيل، أنا عم بحكي عن تفاصيل. نعم، كل التفاصيل الصغيرة اللي إلي علاقة بالبلد، بالضيعة، بالحارة، بقعدات النساء على المصاطب، بالتنور، شو بيخطر على بالك هيك أشياء صغيرة ناعمة حلوة نتذكرها. هاي الصور. نعم دائما صور الوطن. دائما الوطن ذاكرة يعني بالنهاية، يعني أنه هو يعني أنت مثل ما قلنا بتحمل هاي الذكريات، وكل ما تجسدت صورة هي يعني ملمح من ملامح الوطن، سمة من سمات الوطن. هذا هو. أكيد أكيد. أنا قلت دكتور أنه يعني المغترب وحضرتك يعني حملت خارطة سوريا في قلبك، وين ما بتروح تحل سوريا، لذلك نحن بنقول أنتم سفراءنا في الخارج، يعني غير التمثيل الدبلوماسي، إذا قلنا التمثيل الأهلي للسوريين بالخارج هن أيضا سفراء لوطنهم. نعم نعم. وحضرتك يعني من الفاعلين بين الوطن وبلغاريا، ويعني هناك مشاركات كثيرة ومساهمات وعمل في هذا الإطار، وحضرتك رئيس اتحاد غرف السورية البلغارية. عضو، عضو اتحاد نعم. غرف البلغاري السوري. نعم. وبنفس الوقت أنا اشتغلت شغل كتير جيد على صعيد الوطن يعني. نعم. أنا كسرت الحظر الاقتصادي اللي ضربيته علينا الدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا. أنا من الناس القلائل جدا اللي ساهموا في كسر الحصار الاقتصادي على سوريا. أنا فتحت الأسواق البلغارية عن طريق دخولنا بالبوابة البلغارية، لأنه بلغاريا هي بوابتنا على الاتحاد الأوروبي حاليا، والبلغار مستعدين لاستقبال كل بضائعنا السورية حتى بحوافز جمركية بسيطة لا تتجاوز 2%. فهذا الموضوع أنا كمان طرحته في دمشق، وحتى طرحته على الإعلام السوري، وبتمنى من تجارنا ومن كل ما والفعاليات الاقتصادية الموجودة عندنا في سوريا على صعيد الشركات الخاصة حتى هلأ بظل هاي الظروف. نعم نعم نعم. مفتوحة بلغاريا، بلغاريا مفتوحة أسواقها ومفتوحة موانئة للبضائع السورية بكل تفاصيلها. وحتى أنا عندي معرض، أنا مسؤول عن معرض بلغاريا الدولي، أنا بمثله في سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نعم. معرض بلغاريا الدولي العالمي اللي هو معرض مثل معرض دمشق الدولي، لكن أكبر، مساحته أوسع، عدد الدول المشاركين فيها العام حوالي 78 دولة، أكثر من 2800 شركة عالمية، كمان مدعوين كل الشركات السورية الخاصة، لأنه العامة ما عم نقدر نقول لأنه علينا حظر، لذلك هالدعوة هي موجهة من خلالكم، من خلال أوغاريت التلفزيون الرائع الحلو، لكل فعالياتنا الاقتصادية أنه تفضل تزور بلغاريا. نحن منأمل لهم كل الأمور الاستراتيجية الصغيرة اللي هي بتدخلهم بلغاريا بدون أي مستلزمات. نعم. نعم. أيضا يعني من خلال مثل ما قلنا الفعاليات، يعني مشاركة بلغاريا بمعرض دمشق الدولي هو يعني نعرف أنه من زمان هي من الأجنحة. نعم. العريقة. نعم. فعلا. نعم. لدرجة أنه نحفظنا لباسه ونحفظنا. نعم. فرقهم الشعبية اللي كانت تيجي تحيي حفلات هون، يعني بلغاريا من الدول الحاضرة بفعالياتنا الاقتصادية والفنية. كان لكم مشاركات، يعني يكون طبعا للجناح البلغاري مشاركات. نعم. في معرض دمشق الدولي الدورة 60 وبالدورة 61 وبالدورة 59 البلغار شاركوا بشكل كتير حلو، كان لهم بالصالة رقم 1 وبالصالة رقم 11 بمعرض دمشق الدولي، وبالصالة رقم 10 كان لهم قسم من جناح أو مركز شاركوا فيه البلغار بفعاليات كتير حلوة، شاركت مجموعة شركات بلغارية
أنا استقدمتها على سوريا واجت وكانوا كتير فعالين، حتى يعني من خلال المشاركة البلغارية بجناحهم بمعرض دمشق الدولي كتير صار في علاقات اقتصادية خلال فترة معرض دمشق الدولي. نعم كلامك كتير دقيق أختنا الكريمة. هلا نحن يعني بهي الحاله، وقلت حضرتك انه في دعوه حتى اذا لبلغاريا وتامين، نعم يعني نعم رغم الظروف تامين يعني خط بدنا نقول لتفعيل الاجواء الاقتصاديه، لكن يعني في ظل الحصار اللي عم تعيشه سوريا وهي هالخنق محاوله خنق سوريا اقتصاديا، وهي وجه اخر من اوجه الحرب على سوريا اللي هي اكيد من شأنها انه تزعزع اقتصادنا، اللي مثل ما عم نقول دائما انه اللي ما قدرت تحصله بالحرب بدها تحاول تحصله بالاقتصاد، وشعبنا عم يصمد. انت كمغترب يعني وعم تعيش معنا، كيف عم تشوف هلا اليوم نحن يعني الحاله اللي لازم نحن نطلع فيها من هال بدنا نقوله يعني عمق الزجاجه ان شاء الله نطلع منها يعني قريبا؟ الموضوع بسيط وسهل ممتنع. نعم نحن عم نعاني هون في سوريا كتير وعم ندور في دوامة تقريبا شبه مغلقة، لكن في إلنا منافذ كتيرة قادرين نحن نكسر الحصار ونطلع منه. المنفذ أنا برأيي هو المغترب اللي عايش في أوروبا واللي عايش في العالم كله ما بس بأوروبا، لكن في اختلاف ما بين المغترب اللي عايش في أوروبا والمغترب اللي عايش في دول الخليج، في اختلاف بأشياء كثيرة. فأنا باعتباري عايش في دولة من ضمن الاتحاد الأوروبي بإمكاني خصص لك لهذاك الاتجاه. نحن بإمكاننا نكسر، طالما أنا واحد من المغتربين اللي كسر حظر، فنحن وقت اللي عم نتساعد ونحط إيدنا بإيد الدولة وبإيد شركاتنا الخاصة وبإيد السوريين الموجودين هو ونكون واحد، هاي واحدة من كسر الحظر. شيء ثاني اللي مغتربين اللي عايشين في دول الخليج كمان هن بامكانهم يكسروا الحظر. لازم يكون في تعاون، لازم يكون في تعاون ما بين الداخل والخارج، ما بين المغترب اللي برا البلد وما بين السوري اللي موجود هون ضمن البلد. لازم الدوله كمان تشجع على هذا الموضوع، يعني تشجع على موضوع التعاون ما بين المغتربين وما بين الموجودين هون. لازم الدولة تفتح الباب أكثر للمغتربين بحيث أنه وقت اللي يجي لهون يشوف فيه تسهيل بإقامة الشركات الصغيرة، بيشوف فيه تسهيلات يعني هو الحياة كل عمرها هي في هذا الشيء موجود فيه يعني تسهيلات ومطلوب المزيد، لكن نحن حتى اليوم بسبب الكورونا حتى هاي يعني هاي العلاقات حتى صارت أقل، يعني ما في طيران ما في سفر، يعني حتى حضرتك جيت على أساس شهر شهرين هلأ أنت بقيان ملك قدران ترجع ومنتظر الفرج إن شاء الله قريبا. حضرتك دكتور مهندس، ونحن اليوم لما عم نشوف مغتربين بشهادات عليا عم بيطلعوا عم بيتابعوا علمهم عم بيتابعوا عملهم، اليوم الحضور السوري في العالم يعني نقول الطبيب السوري المهني السوري المهندس المعلم كلهم عم الحقيقة عم بيكونوا مبدعين، يعني مثل ما هن ببلدهم مبدعين عم بيكونوا صورة جميلة عن البلد. ناخذ فكرة هيك عن هذا الإبداع السوري، حتى بعد شوي نسمع بقى غناء ونحن معنا دائما حالات من هذا الإبداع والفن والمواهب، كيف عم بيكون الحضور السوري بالعلم بالفن بالمهن بشكل عام؟ أنا فيني أحكي بشكل متخصص أكثر عن السوريين الموجودين في بلغاريا عنا. نعم السوريين الموجودين في بلغاريا عنا وصلوا لمرحلة في إحدى السنوات وزير الاقتصاد البلغاري قال لا يمكن لبلغاريا النجاح اقتصاديا إلا المرور عبر البوابة السورية. من كتر ما كنا فاعلين في المجتمع البلغاري. نعم كانت أعداد السوريين اللي موجودة هنا كانت أعداد جيدة وأعداد فاعلة بشكل اقتصادي جيد، كان عندهم اختراعات اقتصادية ما بيعرفوها البلغار وأخذوا عليها براءات في بلغاريا، كان عندهم عمل ناجح جدا استملكوا صار عندهم معامل صار عندهم مصانع. يعني تصوري بلغاريا مثلا عندهم السماق غير معروف ولكن موجودة شجرة السماق، فطلع السوري أخذ الشجرة واستغل هالباب هذا، ما بحكي عن باب صغير مثال طبعا بس يعني السماق يعني نعم واستفاد منه وشكل هناك امبراطورية صغيرة لحتى يبيع هالمادة هاي هناك ومن بلغاريا نفسها.
فما بالنا باشياء اخرى يعني طبعا من النسيج السوري لل هلا في شيء ثاني اللي عم نتصدر من سوريا لبلغاريا نعم. اللي عم نتصدر من سوريا لبلغاريا للابد دائما وابدا النسيج السوري وخصوصا فيما يتعلق في ملابس الاطفال هذه اولا ثانيا النسيج السوري الداخلي يلي هو عقدي عند الغرب وعند الشرق القطن. ما قدروا يوصلونا ولا بأي شكل من الأشكال القطن السوري نعم دائما حتى هلأ بوجود المنافس اللي هو الصيني نحن سابقينهم بدرجات طويلة نعم. يعني لحد الآن بالرغم من كل الحصار البلغار بيقولوا لنا هاتونا لنوزع لكم بأوروبا كلها هاتوا قد ما عندكم لما بيكون في معارض مشتركة وبضائعنا بتكون مثلا في بلغاريا بمعرض أو العكس لما هن بيجوا لدمشق بيعرضوا وممكن يشوفوا نماذج شو أكتر شيء هن يعني حريصين أنهم ياخدوا شو المادة اللي هي بتستهويهم بيقولوا أنه هي ماركة سورية يعني سوريا نعم. ميد إن سوريا التاجر البلغاري دائما بيستهوي الملبوسات السورية من الأطفال أنت وطالعة للأطقم اللباس يعني عندنا اللباس الأطقم الرجالي الموجودة في سوريا هي عم تضاهي الشركات العالمية بجودة وبالنوعية وبالماركة وبالموديل وبنفس الوقت سعر كتير صغير يعني إذا بدنا نقيس على اليورو ولا على الدولار طبعًا. سعر يوروات بسيطة حتى نحن كتير موادنا يعني نعم. حتى أسعارنا نعم. كتير زهيدة ذلك يقبل عليها لذلك عندنا ببلغاريا في مدينة صوفيا مثلا عندنا سوقين فقط للبضائع السورية سوقين شارعين كبار حلو. حتى يعني فيني اذكرهم بالاسم نعم. هدول بتدخلي بتحسي حالك انت بأحد أسواق الشام يا سلام نعم وكلهم أصحابهم هن سوريين عم يؤدوا فعل كتير رائع وراقي لمين أول شيء لسوريا دعاية لنا طبعا ما في يعني أغلب المحلات حاطين العلم السوري وعم يبيعوا تحت العلم السوري نعم والبلغار ما بيمنعوا ما بيحكوا أين محل الخارطة هو وجدت سوريا نعم يعني هو نعم فهذا نعم هو العلم نعم السوري أنا بس السورية. أضيف شغلة صغيرة تفضل بالمعرض اللي عملناه في بلغاريا بال 2017 و18 و19 كان هو لأول مرة سوريا بتشارك بمعارض ببلغاريم 22 عام كانت سوريا تشارك بشكل رسمي لكن هالثلاث سنوات نحن شاركنا بشكل غير رسمي يعني مو باسم الدولة باسم شركات خاصة لكن تحت العلم السوري نعم وجبنا أشياء كتير حلوة وكتير جيدة والعلمنا السوري ثلاث سنوات وراء بعض بيرتفع والسنة هاي بإذن الله كمان راح يرتفع على صواري معرض بلغاريا الدولي نعم. معرض بلغاريا موجود بمدينة بلوفديف مدينة بلوفديف هي مدينة تاريخية بناها الإسكندر فيليب المقدوني أبو الإسكندر بناها نعم. وهالمدينة هي مدينة صناعية مثل مدينة حلب عندنا بسوريا فهذا المعرض اللي موجود ببلوفديف عنده عمر 130 عام معرض عريق وبالتالي كل سنة وقت اللي بيصير المعرض عنا مرتين بالعام مرة بيصير بالصيفية بنهاية الصيفية بداية الخريف ومرة بيصير بالشتوية يعني فيني بقول لك بأول الربيع قبل أول الربيع بشباط نعم. فالمعرض هذا واحد زراعي وواحد انترناشونال عالمي فهلأ نحن مقبلين على موسم انترناشونال ولذلك بتمنى أنه المشاركة لأنه المشاركة هي دعاية لبلدنا هي اسم لبلدنا هي نحن منقول للعالم نحن سوريا بلد حي وشعب حي وهذا شيء ما نخبى على العالم كله نعم. البلغاري بيحترمنا بيحبنا حتى حاليا في كتير من أماكن المراكز قرار في بلغاريا حابين يتعاونوا معنا حابين يشتغلوا عرفت كيف نحن عم نحاول نربط الخيطين بطريقة كتير بسيطة وحلوة وإن شاء الله قريبا تسمعي أنه
البلغار بلشوا يجوا زيارات رسمية أو غير رسمية على بلدنا. نعم إن شاء الله يا رب هيك، يا الله يفرجها على بلدنا وترجع كل هاي العلاقات اللي نحن بنيناها وعمرها مئات السنين يعني مع الدول اللي حبتنا، الدول الصديقة، الدول اللي نحن وياهم في تاريخ وفي محبة. نعم. ومبنية على المحبة. حضرتك كم ولد عندك دكتور؟ عندي يعني مقيم مع عائلتك أكيد. بنوتك معك، تفضلي سيلينا هيك نسلم على سيلينا بنوتك. مع عندك بنوته واحده سيلينا، الله يخلي لك اياها. مرحبا سيلينا، جاي توقفي هون تعي عندي. جاي سيلينا هيك مع بابا وعم بتصوره، انا كمان حبيت هيك تقولي صباح الخير وكل عام وانتم بخير. طبعا بتحكي عربي وانت إيه لك تعلموا يعني. يلا احكي قولي لي صباح الخير كل عام وانتم بخير. صباح الخير كل عام وانتم. تمام. ودائما انت يعني حرصك انه تجيبها وتتعرف على بلدها واهلها. انا لا، هي موجوده هون، ما رح طلع من البلد الا بعد ما بتكون اتمت اللغه العربيه بشكل ممتاز وعلى الاقل تاخذ الشهاده الاعداديه هون. هذا الحرص الاب من نعم السوري تتمكن من اللغه العربيه بعدين ممكن. نعم. طلع درسها. اهلا وسهلا بسيلينا، ونحن يعني مره ثانيه مرحب فيك دكتور. بس نسمع اغنيه كمان ان شاء الله. أيوة والله بعد شوي رح نفرد لهم هيك المساحه. وانا كثير بتشكرك وبنترك لك تقول يعني شو بتحب تقول هيك بنهايه هاللقاء لنسمع اغنيه. انا رح اقول اول شيء معايده لكل ام شهيد، معايده لكل ام بطل ما زال شهيد حي، معايدة للجيش العربي السوري يلي هو لولاه ما كنا موجودين هون بهاللحظة هي، معايدة للقائد الصابر الصامد رئيسنا المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد. كل عام وأنتم بخير جميعا، كل عام سوريا وبخير جميعا، كل عام والشعب السوري بخير جميعا، كل عام والمغتربين السوريين الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم تفضلوا زورونا هون، تعالوا على البلد شوفوا ما أحلاها، نحن بانتظاركم يا مغتربين بالعالم كله. شكرا واهلا وسهلا فيك. ودائما ان شاء الله طيورنا خارج الوطن هن اللي عم بيغردوا باسم سوريا يكونوا بخير، وفعلا نبعث لكم هاي التحيه وهي المباركه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. شكرا كثير دكتور المهندس هيثم صقور. نحن بعد شوي رح نشوف ماده ايضا عن الجمعيات الاهليه وايضا كيف تنشط حتى بالأعياد لتكون مع أسر الشهداء مع جرحى الجيش، وهذا هو دورهم وعملهم بشكل دائم. رح نشوف معايداتهم وعملهم خلال فترة العيد أو قبيل العيد. وهلأ شو رح نسمع ست هالة؟ بسك تيجي حارتنا. أيوة. مع موال. أي والله هي مناسبة للدكتور، بسك تيجي حارتنا. أهلا وسهلا فيك. نعم بالملابس، قلت أكثر شيء مطلوب ببلغاريا هو اللباس السوري. راح يكون معنا أحد المبدعين بعالم تصميم الأزياء الأستاذ جورج اسكندر جرادي، لنحكي كمان عن جانب من جوانب إبداع شبابنا في مجال تصميم الأزياء. تفضلي استهلا وشكرا دكتور. يا مي جنو يا مي جنو يا مي جنا، حي الزمان اللي جمعنا ولبنا، حي thank you.
منك حبيب العمر من نظره بدالي بمال الكون ما بيرضى بدالي لك حبيب العمر من نظره بدالي بمال الكون ما بيرضى وبسك تيجي حارتنا تتلفت حوالينا وعينك على جارتنا ولا عينك علينا وبسك تيجي حارتنا تتلفت طريقة معايدتكم بعيد الأضحى لذوي الشهداء والجرحى. هلا بشكل عام نحن من نظامنا الداخلي بالتصنيف الأخير اهتمينا بالجرحى والشهداء يعني والعائلات المهجرة المنكوبة الإعاقات الفقراء
بس بما انه الدعم صاير ذاتي او يعني محدود، عم نحاول نركز على الحالات الاصعب. فنحن بالعيد هذا الحمد لله في يعني شويه تبرعات يعني احسن من الشهور الماضيه بموضوع الكورونا. وهي طبعا من لائحه مستفيدين بالجمعيه، نحن كل شهر تقريبا بنحاول اي شيء بيجوا لعنا على الجمعيه نفيده. نحن مجموعه شباب المتطوعين، قبل ما نرخص الجمعيه كان عندنا نشاطات، كنا ندور وين في اسر محتاجه، وين في اسر شهداء، خصوصا جرحى القوى الرديفه. فحاولنا قدر استطاعتنا شو نقدر نلم التبرعات، نشتري كراسي لاصابات الشلل الرباعي، كراسي كهربائيه، اسره للمصابين، سلال غذائيه، تعويض مادي. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى الجميع وعلى البلد وعلى قائد البلد بالخير والبركه. بالنسبة للجمعية، نحن مجموعة شباب وصبايا بلشنا من فترة مع بداية الأزمة، بلشنا بهالنموذج اللي نوع من التكافل أو المساعدة، التكافل الاجتماعي أو المساعدة. نحن هون بالنهاية أهل، بنعمل استبيان بالبيوت، ونحن بنوصل الحصة للبيت المحتاجة. يعني أول شيء بنعمل استبيان إذا هذا البيت بيحتاجه أو لا، وبنقدم بمعية أهل الخير، نمدوا إيدهم معنا للخير. أنا بحب هالمناسبة هذه إني أعيد على أمهات الشهداء وكلهم كل عام وأنتم بخير، وجرحانا ونقول الله يشفين يا رب. طبعا هذا العمل هو عمل إنساني، نحن بلشنا بهذا العمل تقريبا 2011-2012، وساتنا نحن قائمين على هذا العمل لحد الآن بزيارات أسر الشهداء أو جرحانا، نقدم المساعدات حسب المستطاع اللي نقدر نحن عليه. نحكي عن الدعم النفسي اللي عم بتكون فيه جمعية بلسم روحك بالتعاون مع الهلال الأحمر. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير، وسوريتنا بألف خير، قائدنا وجيشنا وشعبنا إن شاء الله بألف خير. بالجانب التعليمي والاجتماعي، شبكت الجمعية مع منظمة الهلال الأحمر لدورة، دورة الدعم النفسي للأطفال لمدة 3 شهور. هلا بهي 3 شهور في برنامج للهلال الأحمر، شفنا تفاعل من الأطفال كتير، شفنا تطور في نمية المهارات عندهم، زادت ثقافتهم. بالإضافة في هلا حاليا انفتحت الأسبوع الماضي شبكة الجمعية مع البطريركية كمان مشكورة لدورات مجانية للتعليم الأساسي للتاسع ب3 مدارس هون بالمنطقة، الشهيد وهيب عيسى، الشهيد علي بلال، الشهيد يوسف كوسا. يعطونا قصص وتلاوين نكتب ونلعب ونعمل نشاطات، يعطونا أغاني ومنغني ومناخد تلاوين ونتسلى. عم نلعب هون نشاطات وعم نحل مشاكلنا، عم نتعلم عن أشياء عن فيروس كورونا. بيعلمونا دروس، لازم نحمي حالنا، لازم نحط كمامة وكفوف ونغسل ايدينا منيح. النشاطات الترفيهية، العاب، انه بيحكوا عن مرض الكورونا، بيلعبونا. كل عام وانت بخير سوريا، وما احلاها من تم وافواه اطفالنا، من قلوب اطفالنا. ان شاء الله الخير دائما بيعم على كل سوريا وعلى اطفال سوريا. مع الابداع السوري مستمرين، كان عم يحكي الدكتور المهندس هيثم صقور المغترب عن اكثر شيء مطلوب من سوريا الى اوروبا والى بلغاريا، وهو النسيج السوري، اللباس السوري، التصاميم، القطن. هذا مو غريب عن سوريا اللي صدرت اولى الاقمشه من دمشق، ومن اوغريت اللي صدرت اللون الارجواني مع الاقمشه وقريت كمان اللي صدرت الأبجدية. اليوم إذا ما نظرنا هيك إلى تاريخنا وإلى حاضرنا نشوف أنه هو استمرار، لذلك مو غريب نشوف حالات من شبابنا عم بيبدعوا بهذا المجال بشكل خاص بمجال تصميم الأزياء. بسرني رحب بمصمم شاب مبدع جورج إسكندر جرادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وانت بخير. وهلأ بدي يشوفوا تصاميمك بدي يعرفوا انه انا ليش هيك عم بحكي، لان شي حلو كتير. تسلمي. بس قبل جورج، يعني انت كشاب شو اللي هيك جذبك الى عالم تصميم الازياء، ويعني وصار هو مشروعك في الحياة وعملك ومهنتك؟ يعني هلأ الحقيقة كل انسان مثل لما بيبلش من هو وصغير بيكون عنده اتجاهات خاصة. انا دايما كان اتجاه حس اني انا
دائما على التلفزيون تابع الموضه وتابع التصاميم وما اعرف من كنت ما اعرف ليش في شيء شدك لحاله يعني مثلا يطلعوا الفنانات انتبه على لباسهم انتبه على اسلوب لبسهم وهيك بعدين لما بلشت اكبر واعرف عرفت انه انا بدي ادرس تصميم ازياء واشتغل بهيدي المهنه وهيك بلشت ودرست ويعني درست بلبنان اكيد يعني. يعني لما بديت بقى انت تعرف حالك انه خلص انت بدك تحترف هون بقى كيف يعني صرت بدك تاخذ خط بدك تاخذ مكونات وتمزجها ليطلع بقى جورج تماماً. يعني توقيع جورج تماما هلا ما رح نحكي كثير بقى على البدايات نحكي بقى احترف جورج شو هو الخط اللي اعتمده هلا بالبدايه ما يعني ما كنت متوقع اني اوصل لهيدا الشيء اللي ممكن اوصل له بس هي بتجي خليط يعني بتجي من محل ما انا تعلمت ومن الشغلات اللي مرت على ذاكرتي كلباس وهيك وبنرجع كمان من تاريخنا نحن يعني على مر الزمن كيف تاريخ الثياب تطور الازياء السوريه او العالميه تطورت فانت بتدمجي كل هذا ببعضه بيطلع عندك شيء مختلف تماما يعني فعلا هو اجمل الاعمال اليوم اللي هي تمزج فيها كل تجربتك بالاخير بتطلع بشيء خاص يعني ما تقلد حدا ما تعمل شيء لكن هذا اللاوعي بينطبخ بيطلع شيء حلو هو هذا الابداع يعني صح. احنا بالنهايه انه ما يكون شيء في كوبيات كثير بس انه واحد يعمل شيء خاص فيه شو الخط اللي اعتمدته بتصاميمك جورج يعني هلا انا شوي متاثر بالقصص الاستعراضيه اللي كنت انا تعلمت فيها بلبنان وهيك بس حاولت بعد قدر الامكان عنا لانه بالاخر نحن بدنا نعمل شيء خرج السيده السوريه تلبسه الشغلات الاستعراضيه يعني ممكن اذا اجاني كليب اذا اجاني مسرحيه اذا اجاني هيك ابدع فيها بس انا كمان اخذت ناحيتين يعني مثلا عنا هلا هون جيني اسبر كانت طالبه مني لدعايه عندها دعايه لعدسات فاضطرينا نعمل شيء استعراضي كثير مشان نروج للعدسات تمام وكمان هون مدام سلاف فواخرجي عملنا لها شيء غجري على طلبه تمام يعني ما في شيء خط محدد بتبعه لانه بتعرفي انت انه كل موسم بيختلف بتختلف شوي الموضه صحيح. فما فيكي تمشي على خط محدد خلص هذا خطي ما بغير عنه بدك تغيري اجباري بس يعني هلا مثلا عم تقول انه بمناسبه معينه طلب منك انت بتقدر تعطي بقى هون يعني هون التصميم انه انت بقى بتفكر شو بدك تعمل تلاقي شيء مناسب تماما لانه ما فيكي يعني حتى لو كان عندك خط محدد انت اذا طلب منك شيء لازم كمان ما تعملي كوبي بيست مثل ما انطلب لازم تحطي بصمتك لازم تطلعي شوي بالابداع يكون موجود انت يعني لازم القطعه لما تتصور وتنعرض ينقال عنها انه قطعه كثير حلوه نعم يعني هلا نحن هيك عم نستعرضهم على السريع بس بعد شوي ممكن هيك ندقق عند بعض القطع لان في تنوع جورج يعني كل قطعه الحقيقه انا عم شوف كل قطعه كانها لوحه انا نحكي عنك هيك كقطعه فنيه هيك سينيه يعني طبعا انت فيما بعد هاي تصاميم ممكن بقى تكررها تعملها يعني ولا انه يعني هلا انا غالبا ما بكرر تصميمي يعني خلاص بعمله مره واحده حتى لو انطلب مني مره ثانيه بدي اعدل عليه بحيث ما يشبه الاول حلو يعني انا هيدي دائما بتبعها من انا وصغير فما بكرر مو يعني مو تجاري يعني مو لا ما تجاري ابدا انه خلص القطعه أبداً. مثل ما عم نقول هي لوحه هي قطعه فنيه ايه خلص القطعه هي قطعه للست اللي جايه تعمل عندي انطلبت مره ثانيه بعدل عليها مشان ما يكونوا كوبي بيست يعني مشان ما ينجمعوا اخر شيء بالحفله يطلعوا لابسين بس انه يعني مثلا فستان عرس اسود مثلا أي. ايه يعني هيدا كثير هدونا شوي هالصور مع انه الاسود هي هون بقى يعني احيانا بيكون في ديفيلي بده يكون في افكار هيك اوفر يعني بتوفروا شوي معلش عادي لان بالاخير مو هذا اللي نلبسه بالحياه بس انت من حقك تعطي بعرضك الخاص انه تعطي فكره غريبه طبعا اكيد هلا مشان موضوع فستان العرس الاسود هو عمل كثير على السوشيال ميديا وقتها ضجه براس السنه هي له فكره هو نعمل فستانين فستان ابيض وفستان اسود بس اللي تسلط عليه الضوء هو الاسود لانه كان الاغرب طبعاً. فالعالم فكره انه العروس هي لبست بس اسود هي لبست الحقيقه فستان ابيض بس كانت للتصوير واول دخلتها على الصاله لابسه اسود وكان في قصه من وراء الاسود انه هي مرت بفتره صعبه فاتت بالاسود بعدين غيرت على الابيض على حياه جديده كثير حلو ومن هون بدي اسالك انه الازياء هي مو مجرد قماشه وعم لا هي فكرة. هي اليوم
متغيرات الحياة حتى السياسية حتى طبعاً. العالم شو بيمر تطلع فكرة اللباس إلى علاقة بهاي المتغيرات أكيد. يعني الحياة والاقتصاد والسياسة وحتى جوانب عسكرية. هلا قديش طلعت أزياء العسكرية لكن. مثلا أزياء حتى زمانه بأنفلونزا الطيور درشة رجعت الريش لكن. مثلا طبعا. فهون الفكرة الأصل إنه نحن اليوم الزي ليس بعد واحد هو فكرة أكيد هو فكرة. هلأ إذا بتنتبهي على السبعينات والثمانينات اللي هو كان شورستون والهيبيز وهيدا هيدا كان يعني إذا بدنا نحكي عن هدون فهن كمان كانوا كهيبيز كانوا جماعة يعني ما قالون كتير على يعني هن من المجتمع بس أفكارهم كانت كتير مختلفة وقالون أفكار وحاولوا بدهم يوصلوها سياسيا. منرجع هلأ منلاقي نحن بالألفينات هلأ 2020 إنه شورستون رجع عم يدرج صحيح ما يومي صحيح درج بس مسائي مثلا للست بس رجع درج فانت عندك الموضة حتى بتتغير وبترجع لا لو ان عادت بتتغير باسلوب جديد حتى اليوم البنطلونات اللي مشقشقه وهي يعني هي مثل ردة فعل على الواقع وانه ننزع للبساطة اليوم ننزع انه شو ملبسنا معلش يعني صحيح صارت هي كمان صار تصميمه غالي كتير بس انه هو ردة فعل على فكرة معينة يعني هو ردة فعل ونحن بناخدها من الغرب اصلا يعني نحن هلا هون كتير ما عندنا صناعة الموضة يعني انه انت تصنعي قطعة وهي تنشهر عالميا تجي لعنا منعدل عليها على حسب مجتمعنا شو خرج يلبس هاي اللي عم نحكي انه نحن ما نقلد يعني طبعا طبيعي في خطوط عالميه نحن يعني اجباري بهالعالم حتى عولمه الازياء يعني لكن انه نحن يكون عنا خطنا الخاص يعني انت بالاخير مصمم سوري بجوز تفرق عن اللبناني اللي جنبك يلي وحتى انت درست كتير. بمدرسته هون شو الملمح السوري اللي يعني انه يعني مثلا انا شفت جورج اعرف انه هذا مصمم سوري هلا لا لك يعني في عنا شغلة نحنا بمجتمعنا بسوريا مثلا القطع إذا بدنا نحكي جنبنا اللبنانية أو بالعالم برا فنحنا عنا القطع محتشمة أكثر يعني نحنا ما بقدر أنا أعمل فستان لست هو كتير من فوق شفاف وهيك بناسب تقاليدنا نحنا هون ما منلبس هيك هلأ بلبنان أو بغير دول بيلبسوا لأنه مجتمعهم بيتقبل هيدا الموضوع نحنا لا تحسي المجتمع إسا محافظ فبدك تطوري القطعة بحيث تقدر الست تلبسها هيدي بكل بساطة نعم يا ريت نرجع نشوف كليوباترا يعني نحن مثل ما قلت حتى إذا من التاريخ في أزياء يعني ممكن إن واحد يستوحي منه ويعمل شيء جديد هلا هو هذا زي كليوباترا يعني حتى الشعر الفنان سلافا خرجي واللي هي اشتغلت مسلسل كليوباترا يعني ممكن أنت هذا التصميم يكون بعرض أزياء أو حتى ممكن ينطلب يعني تلبسه صبية لا 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 ما أكيد ما ممكن هيدا انطلب مشان جلسة تصوير فقط ترويجية لشيء محدد بس انه هي تجي صبيه تطلبه مني اكيد لا بجوز ما تاخده نفسه بجوز شيء بيشبهه يعني شي بيشبهه. او شيء من وحيه ايه يعني. هلا في هلا عندك... قلت يا بالبحاره مثل كليوباترا انه قصه ابيض مثلا تعمل فستان مودرن بس مثلا قصه كليوباترا تمام هلا كوبي بيست هيك كليوباترا ايه. لا بس اذا بدنا نشتغله على سهره ومشكوك وهيك اكيد بينطلب كتير حلو لانه عندك زهير مراد بالموسم الماضي عمل كولكشن عن الفراعنة ومصر كما ممكن يعني بس سهرة حصرا يعني نرجع نشوفهم انا حابة في شي لون أرجواني اذا شفنا اذا مرق معنا هلا هون كمان عم شوف هذا هيك الازياء اللي فيها الوان فرح فيها طفولة وهون لعارضاتنا للحياة الجميلات حتى هون هذا الرسمي جورج هيدا كوبي بيست ما عم قلك هيدا كان دعاية ترويجية لشي محدد لمدام جيني فهيدا التيار نفسه هو لبسته الأميرة ديانا ايوه بالتسعينات فنحن كنا عم ناخذ من كل حقبه شيء مشهور مشان نعمله مثله ويتصور حلو قد ايه بتطلع قد ايه بتشوف بدك تشوف دائما تكون على احتكاك هلا حتى هون هذا في شيء شرقي على غربي على هيدا كان لجلسه لراس السنه يعني له علاقه براس السنه فاتفقنا انا وجيني انه يكون في فستان كله مختلف عن الكريسماس شيء يكون كله فرح وهيك فالحمد لله طلعت معنا هيدي النتيجه حلو كمان يعني بتعتمدوا على الشك شوف الغجري بيضل او يعني هذا الشعبي حتى بدنا نقول تماما الغجري الشعبي يعني اكيد
وكمان يعني بتلاقي هيدي القطع الغجريه مرت فتره اذا بتتذكري صارت تنلبس عنا بال إيه؟ بارض الواقع ايام يعني. كاساندرا ايام كاساندرا يعني صار الكل بده يلبسها يعني هي انه نحن مثل ما قلنا هيك في شيء بياثر فينا بالمجتمع يعني بنشوف إيه اكيد هلا بياثر فينا واذا كان خارجين لبس رح تلبسوا العالم اكيد إيه طبعا هلا هون هيك قد ايه فيها امومه هي كانه لعيد الام يعني هيدي كانت جلسه لعيد الام مبين هاي الام الهيك الكلاسيك اللي ممكن تلبس شيء كلاسيك مودرن يعني انه تلبس شيء يبين الحاله تماما وقت عملنا لجني وبنتها نفس القطعه ايه هلا موضه انه البنت وامها عم بيلبسوا نفس التصميم والقماشة كمان وقد ايه هون الفوسفوري قد ايه فيه جرأه هيدا كثير يعني حبيت انه يكون شيء صيفي يعني الوان صيفيه مع الطبيعه مع طبيعتنا الخضراء هيك بتشبهها يعني تماما كمان منشوف انا حابه اللون اللي نحكي شوي على اللون الارجواني تماما هيدا يعني الهندي. احنا اللي قلنا الهندي بس هو اللون هذا اللون الارجواني اللي حكينا عنه اللي هو اللون اللي صدرته اوغاريت الى العالم اللي هي اخترعته هي ابتكرته لهذا اللون فمهما كان الزي نحن عم نحكي عن اللون عن اللون تحديدا اللون شرقي طبعا طلع من عنا لوننا هذا صح. يعني اليوم قد ما تنوعش هندي على غجري على يعني كلاسيك قديم أوروبي غربي يعني أو حتى شرقي المهم هاي الخلطة بدها تطلع لنا شرقية سورية سورية أكيد طبعا بتطلع لأنه ما فيك تطلعيها غير هيك يعني أنت لما عم تشتغلي بإيدين سورية عم يشتغلوا قطعة آخر شيء بدهم يحطوا بصمتها فما فينا تطلع القطعة غربية بحتة فينا تطلع لما أنا بكون قاعد برا ومدمج مع المجتمع اللي أنا فيه بس حتى بهداك الوقت رح يحسوا العالم اللي حواليه انه هيدي القطعه ما بتشبههم كثير بتشبه شيء شرقي صحيح حتى بالعروض يعني او جلسات التصوير مثل ما قلنا بتأوفروا بس بعدين بالاخير انه انتم بدكم تاقلموها على المجتمع والبنات وذوقهم والدارج يعني واللي بيقدروا يلبسوه بمجتمعهم طبعا قد ما اوفرتي لانه اخر شيء انت عندك شريحه على السوشيال ميديا يعني لازم يعني شو ما عملتي بدهم ينتقدوا فمنحاول قدر الامكان يكون في عنا رقي بالجلسه وشيء محترم وشيء العالم تحبه طبعا يعني الواحد مجرد ما شاف ازيائك جورج يعني مجرد ما يعني بيشوف الصوره بيحس انه في حدا محترف في شغل احترافي جميل في ذوق في ثقافه حتى كمان على ازياء العالم ان شاء الله موفق يا رب انا بدي ارجع شوي لعلي هالشاب الحلو الموهوب يعني دائما الموهبه من الطفوله بتبلش هو حب عالم الايقاع من طفولته ومثل ما قلنا من البداية هو رائد في مجال الإيقاع هلأ أنا حابة أسمع سولو منك علي أنت أكيد تعزف سولو بتعزف مع مطربين أكيد أكيد فبنسمع شي سولو أيه تكرمني يلا والإيقاع جميل جورج أكيد. يعني الإيقاع لحاله أحيانا في عروض بتقوم على إيقاعات معينة الله يوفقه تفضل علي برافو برافو يا علي بتعلمه انت استاذ حسن ولا عنده هو استاذ خاص بالايقاع يعني بشرف بالبيت تشرف عليه بنقعد نشتغل انا وياه بس عنده استاذ شو عم تقلي انه هي فيها فصل حواس كيف يعني هون فصل حواس بيشتغل بكل ايد شكل يعني مثل اذا آلتين ممكن لك تعمل نتفه فصل حواس هذيك الايد عم يشتغل شيء وهون شيء ثاني لكن هون وهون المهاره يعني هلا اي شيء بالحياه بده اتقان يعني نحن ما في موهبه بوجهتك الى خط لكن نحن لنتقن الشغل هون في مرحله ما لها سهله ممكن تنقضى سنين وانت عم لبين ما
تقفز يعني من الهواية إلى الاحتراف. هلأ علي بده يضل يمكن بقى يقضي سنوات لحتى يقول عنه أنه مثلا هو محترف عم ياخذ ريادة وعم بيتفوق وهي، بس هون بقى نحن هاي السنين شو واحد بده يعمل فيها من تدريب من اطلاع من خبرة من ثقافة، كيف بده يكون؟ من أول شيء إجباري كلنا بلشنا تدريب نتعلم ونتدرب أول شيء. هلأ ما بخفيكي لما فتحت لحالي ورجعت من برا كنت كتير خايف انه انا رح اقدر اعمل هيك، يا ترى رح انه تجي زبونه لعندي اقدر لحالي، لاني كنت لحالي فعلا رح اقدر طلع القطعه مثل ما انا عم فكر. مغامره كانت فعلا بالنسبه لي كتير، اول قطعه بالنسبه لي كنت كتير خايف، بس على بعدين انه تحسي كل شيء اشتغلته برا كان انه اوكي، يمكن لانه انا مشتغل مع عالم مهمين، بس لما بتجي الموضوع لحالك بدك تكوني انت قويه. يعني انت بدك تقولي لا اكيد بقدر اعمل، لانه انا اللي عملته برا بقدر اعمل احسن منه هون. تمام، فبتبلشي هيك. علي انت اكيد فايت بهذا المود انه انت هلا انت وصلت لمرحله، بس انت بتقول انا هسه كثير بدي اطلع. صح. الايقاع عالم قائم بذاته، في كثير الات، وفي ممكن يصير سولو ايقاع لحاله يشيل حفل. عفوا إيه انت كيف بقى هيك عم تشتغل انه انت بقى تصير توسع هالاطلاع وتوسع موهبتك واهتمامك؟ اكيد لكن بس كل شيء بده تعب، يعني كل شيء بده جهود. عم تشتغل يعني انت تتدرب بشكل أكيد. دائم وتطلع. ست هالة يعني انعرفتي بانك بتغني اللون الشعبي، بس بنفس الوقت هيك صوتك بيسمح لك انك تغني او يعني انت بتحبي انك تغني طربي، تغني تنوعي وحتى تعملي اغاني خاصه. هلا عندك اغاني خاصه هسه ما سجلتيها، يمكن ما حتى حقوق ما مسموح انك تقوليها، بس ممكن تسمعينا مقطع. كيف عم تشتغلي على هالدمج ليكون عندك بالاخير انت لون، يعني لون خاص فيكي؟ هلا هيدا اللون بيجي موهبه من رب العالمين، يعني بلا شعور على التدريب البني ادم بياخذ شخصيه لحاله، حتى الصوت لحاله بياخذ منحى عن الاخرين. كل بني ادم بيتميز بحباله الصوتيه اللي بتختلف عن الاخرين، والتدريب التدريب الدائم بيثقل الحنجره. نعم. انت عم تعملي حفلاتك عم يعني بيسمعوك على مستوى اللاذقيه هيك، لك جمهورك الحمد لله، وحتى عبر وسائل التواصل هيك لك جمهور حلو. خلي لي اياكي تسلمي لي. الحمد لله رب العالمين. يا رب. بنسمع شيء طربي، بس انا حابه قبل هيك نسمع مقطع من اغنيه من اغانيك الخاصه اذا يعني في مجال. قلت لي مقطع صغير ممكن. ايه اكيد. اغنيتي كلمات الشاعر رامز خليل، طبعا مو مسموح طبعا الاغنيه كامله، مقطع صغير يعني خوفا نعم. مشان لما حتى تنسرح. نعم تفضلي. حاول اني نام وحياتك ما في، يا خوفي بالاحلام ما تشوفك عيناي، بحاول اني نام وحياتك ما في، يا خوفي بالاحلام ما تشوفك عيناي. هاي هيك هايلايتس يعني من الاغنيه، ما رح سمعينا غير هالمقطع. طب رح نسمع شيء طربي لان احنا وصلنا بدقائقنا الاخيره. قلتي لي بدك تسمعينا شيء لورده. ايه اكيد بنسمع، لان احنا اليوم كثير يعني عم نتشوق لنسمع اغيد بالختام برقصه ستي اللي مره قدمها واليوم معه ايقاع رح تكون في نختم فيها يعني. جايزتها بس على طبقه ثانيه. ايه يا ريت، لان انت كثير كانت حلوه وابدعت فيها. رح نسمع هلا شيء طربي ست هالة. اكتب عليك لو قلت نسيتك.
حبيبي قول لي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي. الله الله. شكرا شكرا يا ست هالة واغيد وعلي وحسن. شكرا كثير جورج. الى اين هيك التطلع لسه اكثر؟ نشوفك بعروض، نشوف جورجك عم بيحلق بعالم الازياء ان شاء الله، وعندك الحقيقه كل المقومات والكاريزما يعني ان شاء الله باذن الله. هي عم حضر لديفيلي جديد ان شاء الله هيك على الخريف بدي اعمل ديفيلي. شو خطوطه العريضه يعني هيك؟ يعني الحياه هو مزيج، انت صرتي بتعرفي انا ما في خط محدد يعني. صح، وهي هذا هي ميزه كمان. ايه هي ميزة. في ناس يعني انا بحاول ارضي اغلب الاذواق مع وجود كل بكل فستان يكون في بصمه لإلي ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. وانا بتشكر حضورك اليوم معنا. شكرا كثير. لان الازياء كمان جزء من العيد، يعني بيقولوا الماء له جديد ماء له عيد. طبعا جزء من حياتنا أكيد. ولو انه هلا بجوز الناس ما تسوقت ما جابت كثير ثياب جديده والى اخره، بس نحن عم نحكي عن فن أكيد. فن قائم بذاته عن ابداع شبابنا واهتماماتهم. انا كثير بتشكر كتير حضورك. كثير وكل عام وانتم بالف خير. يا رب بالف خير. شكرا كثير جورج. انا بدي اتشكركم، نحن بدقائقنا الاخيره بدي اتشكر سيد حسن. ان شاء الله مره ثانيه ونشوفك مع الجيتار ان شاء الله. بتضل يوم انت حبيت تكون مع الشباب ومع علي ابنك وملاله كل التوفيق. بتشكر تشجيعك لإله، وبفضل انت هيك عايد المشاهدين بطريقتك نودعهم ان شاء الله. بنعاد على الجميع وعلى سوريا، شعب سوريا وجيش سوريا، امهات الشهداء جميع، وعليكم انتم القائمين على محطه اوغاريت، المصورين اللي بيضلوا الجندي المجهول هن والكنترول، حتى الحرس اللي برا واللي عم يناموا هون، كلهم هدول جندي مجهول. نحن وانتم بنظهر هني بيضلوا جندي مجهول كمان. بنقول لهم كل عام وانتم بخير جميل. وانت بألف خير علي. معايدتك يا علي، وانت هيك هاي المعايدة الغضة الجميلة. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وقائدنا بخير وسوريا بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك اغيد. كل عام وانت بخير. وانا كثير بتشكر حضورك. انت عازف، هيك الك اسلوب خاص، هيك بتاخذنا من ذوقك والله. كثير معجبين فيك يعني. لما بقول لهم جاي اغيد الحقيقه هيك صار الك جمهورك، وان شاء الله هيك بالتوفيق دائما. الله يخليك يا رب. تسلمي. فتفضل هيك معايدة وبنختم معك كمان. ايه كل عام وانتم بألف خير يا رب، وان شاء الله ترجع سوريا وبلدنا يعني احسن مكان بكثير يا رب ان شاء الله. ست هالة كل عام وانتم بخير، وكمان بتشكر حضورك. وهيك ان شاء الله بنشوفك دائما باغانيك الخاصه بنجاح بحضورك الفني ان شاء الله. ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه وبالسعاده وبالخير يا رب، جميع ابناء وطننا وعقائدنا وعلى جميع الناس وعلى جميع المخلوقات يا رب. ان شاء الله ان شاء الله تضلي بخير. وشكرا كثير لحضورك اليوم ولهالجمعه الحلوه اللي جمعتنا على المحبه. على عباره كل عام وانتم بخير، لنتفائل فعلا بالخير ونتفائل بانه القادم اجمل، ونكون دائما مع بعض ايد وحده، وسوريا ان شاء الله واعده بالايام الاحلى. نحن لان معها ونحن فيها بدنا نعمرها ونعيد بناءها ونبقى على محبة سوريا. كل عام وانتم بألف خير. كنا معكم بأول يوم الأيام عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير. بالنهاية أكيد التحية والمباركة لأبطال الجيش العربي السوري اللي بكرة راح نكون بيوم عيدهم. أيضا التحية لأرواح شهدائنا اللي هني عم يسموا لحتى نحن نكون بأعياد ونكون بحياة. بنطبع قبلي على جبين أمهات الشهداء وأسر الشهداء وأبنائهم والجرحى، جرحى الجيش اللي هن كمان يعني الأمانة الأغلى بأعناقنا، واللي هن بدمائهم وبجراحهم نحن اليوم عم نعيد. إن شاء الله تضلوا دائما بخير. إلى اللقاء. ورح نختم مع أغيد بالمعزوفة اللي حبيتوها وطلبتوها، رقصة ستي لنزرع الفرح هيك بدروبكم بهالأيام الفضيلة.
لازم عيدين.